السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات في كل مكان وفي كل زمان، صباحا مساء، صباح الخير مساء الخير، السلام عليكم. سعيدة، هابي داي، مش كده برضك؟ احنا بنتجمع النهاردة من أجل نقاش معاناة المتضررين من الزلزال الذي حدث منذ أسبوع وأصاب عشرات الألوف من الضحايا، ولا نعرف العدد النهائي بعد إلى الآن، خاصة في الداخل السوري، لأنه ما فيش إمكانيات لمعرفة العدد الحقيقي، إما للضحايا للشهداء بإذن الله أو للأعداد الأخرى لضعف البنية التحتية الموجودة في الداخل السوري. وكلنا بندعو لأهالي الضحايا، وندعو للجرحى، وندعو الحكومات أو الجمعيات بالذات العاملة في هذين المجالين، ونشد على أزرهم علشان ربنا يوفقهم. وكذلك نذكر الناس اللي بيشككوا في العمل الإنساني في المرحلة دي بالذات، نقول لهم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. اتقوا الله، ناس بتموت وناس مشردة. احنا عندنا هنا في المكتب 8 جمعيات متواجدة غير الجمعيات اللي موجودة معنا على الزوم. في من ابناء هذه الجمعيات من استشهد في مدن دمرت كاملة في الداخل السوري وفي جنوب تركيا. في ناس كانوا عايشين في العربيات لمدة 2-3-4-5 أيام في التلج، خايفين يرجعوا بيوتهم من العمال ومن الأهالي. في الوقت ده ليس وقت مناسب للإشاعات اللي احنا بنسمعها واللي بتجيلنا من الناس قاعدة متفيقهين وبيحللوا الدين بطريقة خاطئة والعياذ بالله. هذا مرض. فاحنا بنشكركم وانتم معنا في هذا اللقاء المهم جدا. وفي 5 أو 6 نقاط هنحاول نركز عليهم، انا مش هخش في التفصيل فيهم علشان اترك المجال للي على الزوم وكذلك الاخوه اللي موجودين والاخوات اللي موجودين في الغرفه. الاعلام واهميته، التنسيق وفرضيته، شوف انا بقول ايه، التنسيق وفرضيته، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من لا ينسقون، المناصره واولويتها، هذا وقت المناصرة اللي احنا بنسميها بالانجليزي الادفوكاسي، اللي احنا بنسميها في القرآن الحض، ولا يحض على طعام مسكين. النقطة الرابعة الاغاثة، شوف انا جبت الاغاثة في الرابعة ازاي، لان الناس دلوقتي بتعطي اموالها مباشرة، ودور المتطوعين، هل احنا محتاجين اي متطوع يجي لنا ولا لا. نمرة 5 الوصول اللي هو الاكسس باللغة الانجليزية، ونتكلم عن الداخل السوري اللي من الصعوبة جدا دخول المساعدات ليه. النقطة السادسة اللي هو دور الأمم المتحدة والدول والمساعدات، هل هي كافية أم غير كافية، هل هي بتصل لكل المتضررين في كل مكان أصيب بالزلزال ولا لا. النقطة السابعة توابع الزلزال، وأهم حاجة في توابع الزلزال ده خاصة في الداخل السوري اللي هم من هم تحت الركام إلى الآن من جثث، قد يؤدي هذا إلى حدوث أوبئة في مجتمعات ما فيش بنية تحتية فيها، في مجتمعات ما فيش فيها إيه إمكانيات اللي هو في الداخل شمال سوريا. بعد كده هو ماذا بعد لقائنا اليوم، هنعمل إيه، نتفق أن نعمل إيه. وأختم بآية كريمة ربنا بيقول فيها فلولا نفر من كل فرقة طائفة في حد من المؤمنين ليتفقهوا في الدين، صح أنا قلت طائفة الدين، احنا عايزين نعمل الطائفة دي، يعني في الوقت اللي احنا منشغلين 180 ساعة في اليوم بالعمل والجري وكذا وكذا وكذا، لابد يكون عندنا طائفة تقعد تفكر تخطط تساعد تبحث تضع الأرقام.
واحنا في البحث وفي الدراسة وفي التعديل وفي الجرح إلى آخره. فلابد أن ننشئ هذه الطائفة. العملية مش جري فقط، العملية لابد حد يقعد مننا يفكر في ماذا بعد علشان كلنا نفكر بطريقة واحدة. أنا بس ده البداية اللي احنا بنتكلم فيها في اللقاء النهاردة. هل حد عندك على الزوم طالب بحاجة؟ لا ما في حاجة. طيب نبدأ. ها؟ اللي عزوم حابب يعمل مداخلة بس لو ترفعوا ايدي حتى نقدر نعمل مداخلة. نبدأ بمداخلة من الغرفة هنا، هو في أي نقطة من النقاط، ولا نبدأ بالإعلام وأهمية الإعلام؟ من يبدأ يقص الشريط؟ ها؟ أي حد، ما عنديش توا أولويات يعني. الإعلام والمناصرة حقيقة يعني عم بكونوا متداخلين كتير، خصوصا احنا اليوم لما بنحكي بالعمل الانساني احنا لسنا مؤسسات اعلاميه. نعم. واعلامنا كله هو عباره عن مناصره بطريقه او باخرى. نعم. واليوم الاعلام هو احد موجهي المانحين. نعم. بطريقه او باخرى، يعني نعم. لما عم تتركز وسائل الاعلام على حاله انسانيه عم نلاقي الناس عم تتجاوب لها، لما عم تركز على منطقه وعلى وضع إنساني عم يتجاوبه. لذلك اليوم الإعلام ودوره مع المناصرة بتوجيه. على سبيل المثال قبل شوي قبل ما يصير البث كنا عم نحكي عن خطر إبقاء الجثث تحت الركام، صح، ما لما له من آثر ممكن يكون سحقي. اليوم لو الإعلام بدأ ركز على هذا الموضوع وحط انه يا جماعه في اليوم جثث تحت الركام ممكن تصير اليوم افات وينتشر الطاعون وستكون كارثه، لما يدخل يجيب صور من ناس تبعيه الاوبئه مثل تركيا لبسوا تبعيه الاوبئه اليوم وبدت تنتشر ببعض المناطق لانه توقعوا انه تصير في جثث يعني بدت تتفسخ او يصير في كذا وبالتالي انتشار اوبئه، هي رح تعطي نوع من مقبول لما اجي اليوم كمؤسسه اقول يا جماعه اعطوني دعم حتى اقدر اشيل هذا الهي هون المدرع يعني راح يقتنع. اما اذا كان التركيز كله ان الناس ما عاد تلاقي تاكل وانا جيت قلت لهم بدي اشتغل بالتعليم راح يقولوا لي لا. اما لما التركيز الاعلام على القضيه اللي انا بدي اياها، لذلك اليوم الاعلام يجب ان يكون بطريقه او باخرى، وهي رساله للاعلاميين، يكون في نوع من تفاهم على الرسائل الإنسانية الحقيقية، وهذا نوع مناصرة مع الإعلام. يعني أنا اليوم بدي أتدخل لازم يسبقني الإعلام وتكون مشاريع أنا جاهزة. اليوم يصير في توجيه للناس إنه وين الأولويات وبالتالي هذا دور بالكامل. أما إذا ترى الإعلام عم يركز الإعلام صوته أقوى من الإغاثة، يعني من المؤسسات الإنسانية. يعني إذا كنا المؤسسات الإنسانية حكينا يمين كل الإعلام ركز شمال الناس راح تروح شمال، صح، لأنه حقيقة هو مهارته أعلى، قدرته على التسليط على الكارثة أكبر، عنده احترافية في صوت وصورة وكلام ومداخلات وفي استجرار للعواطف. حتى المؤسسات الأممية اليوم واللي هي لازم تكون بروفيشنال وأرقام وهي تتأثر بالإعلام. نعم. أول ما تطلع شيء عن الإعلام نحن بيعرف حمزة بتلاقي موظفين اوتشا سمعنا انه انكتب كذا على صف، شو حقيقه الموضوع الفلاني، بده يتواصلوا معك. نعم. معناتها تاثروا بالاعلام، لذلك اليوم الاعلام بيجبر حتى المؤسسات الامميه اللي هي انه تتدخل بطريقه او باخرى في هذا الموضوع. هذول الجانب انا عم بقول كثير لازم يتكاملوا وينفصلون يعني عن بعض كاعلام وكمناصره. نعم. طيب تفضلي. احنا طبعا بس في نقطه عايز اوضحها، انا ما رضيتش اسهب في عدد الضحايا لان الارقام دي موجوده في كل الوسائل اللي قدامنا، لكن هفيك بعض الناس هيخشوا معانا بعد كده يشرحوا الحاله اللي موجوده في الداخل او في الداخل السوري او في الايه في المناطق التركيه. لازم بس نتكلم عن اشياء مهمه علشان نحطها كده كإضاءات. تفضلي. تمام. هلأ النقطة الأولى اللي هي الإعلام صراحة يعني في إلها عدة فوائد. لما منركز على الإعلام يكون جزء من مجهودات المؤسسات للإعلام. هلأ الصوت واضح؟ صوتي واضح؟ صوتك واضح كمان؟ إيه تمام.
فالإعلام أول شيء بيساهم بمعرفة الحقائق. الناس كلها الآن حتى المتضررين، حتى اللي قاعدين بالخيام، حتى اللي قاعدين بالمناطق المنكوبة، حتى المشردين بالشوارع بتلاقيهم كلهم عم يتابعوا صفحات التواصل، بده يعرفوا شو عم بيصير. فالإعلام ببداية، توجه الإعلام بيساهم بالدرجة الأولى بمعرفة الحقائق. اثنين، بيوجه مش بس المانحين، بيوجه أيضا المتضررين. الناس لما أنت عم تنزل إعلام دقيق وحقيقي، أنت أولا تنفي الإشاعات وبتخفف من مشاكل الإشاعات وانتشارها. كثير من الناس ضايعة من معرفة الحقائق، فبالتالي إذا المؤسسات ملكت أو خصصت جزء من مجهودها على بس إعلام بأرقام ومعلومات حقيقية، أنت أولاً بتساعد على إلغاء الإشاعات، بتعرف الناس أنه هي الجهة موثوقة بتعطي معلومات موثوقة. هذا واحد، بتوجه إذا المتضررين إلى المعلومات الدقيقة كيف يتوجهوا كيف يتحركوا. أيضاً توجهوا للمانحين اللي هن عم بيتصرفوا أو خلينا نقول عم بيبنوا مشاريعهم بشكل عاطفي، عم بيشوفوا الصفحات على التلفاز شو عم بيصيروا، على موجبها عم يقرروا شو هي الاحتياجات دون العودة للميدانيين على الأرض اللي عم بيعملوا مسح حقيقي. أيضا يعزز الإعلام قضية التنسيق. لما نجي نحكي هلأ عن النقطة الثانية التنسيق، يساهم الإعلام في قضية التنسيق وتعزيز العمل المشترك ما بين المؤسسات. كثير الإعلام له دور بقضايا كيف ممكن نتحرك مع بعض. لما أنا من خلال الإعلام بقدر أعرف أنه المنطقة الفلانية صار فيها الحدث الفلاني وعم تتفاعل فيها المؤسسات الفلانية، فبالتالي أنا بقدر أعرف كيف أوجه شغلي، أوجه إغاثتي لهي الناس. أيضا قضية كشف ذكرتها قبل شوي، اللي هي المعلومات المزيفة. المعلومات المزيفة بصراحة عم بتأدي، نحن عم نحكي معلومات عبر الميديا، لاحظنا لاحقا قديش هي عم تأثر بحركة الناس. اشخاص اصلا هي هشة نفسيا، المتضررين هن تعبانين نفسيا، فلما انت عم بتبس معلومات غير دقيقة فبالتالي عم بتساعد هدول، يعني عم تأذي اكثر بنفسية هدول الاشخاص، وعمالة تضيعهم أكثر وأكثر، وعمالة تشوش، وربما هي تكون مكلفة بالنسبة لهم. أنت لما عم تعطي معلومة مزيفة قد تكلف هذا الشخص أنه ينتقل من مكان إلى مكان ويتفاجئ أنه هذا المكان لا يصلح وهذا المكان غير جاهز، وبالتالي هو عم يتكلف مزيد من المال ومزيد من الوقت ومزيد من التعب النفسي. فأنا كتير مهم بصراحة بهذا الاجتماع أنه المؤسسات تؤمن أنه يكون في عندها جهد إعلامي يبس حقائق واضحة ودقيقة، بحيث أنه لما الناس عم تسمع تعرف أنه هي المعلومة من هي الجهات هي معلومات حقيقية. هل هناك بإمكاني أنه يكون في غرفة إعلامية مشتركة؟ بيكون ياريت. بالتالي هذا بدقق، هذا بيساعد أكثر وأكثر على دقة البيانات والمعلومات. يبقى احنا بنتكلم عن الإعلام. حاضر يا أخ، في حد من الزوم عايز يتكلم عن الإعلام؟ شوف كده، نتكلم عن الإعلام، مش الإعلام جمع التبرعات، إعلام رفع مستوى الوعي المجتمعي، إعلام إبراز الحقائق ودحض الإشاعات. احنا أغلب الإعلام بتاعنا حاليا دلوقتي اجمع 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 اجمع، ما عنديش مشكلة انك تجمع، لكن عم نتكلم على إعلام نوع آخر، صناعة إعلام يرفع الوعي ويصنع المناصرة. أخونا ياسر، انه ويعطي الصوره متكامله عن الواقع. نعم، يعني انا كمان بعمل مشاريع. ايوه، الصوره متكامله عن الواقع. نعم، انا اللي عم بعمله انه يا جماعه عندي هذه المشاريع تعالوا تبرعوا لي، وهذا مش يعني مش في هذه اللحظه يعني مش مقبول انا برايي. نعم، لازم نعطي جميعا مع بعض من خلال هذه الغرفه من خلال التنسيق انه في صوره الواقع هذا هيك شكله. نعم، والاحتياج هذا 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 شكله، تعالوا يا جماعه اتبرعوا بهذا التفصيل. اما فكره انه انا بس هذا المشروع ركز الزاويه على هون زي كاني بسوق لمجموعه من المشاريع، هذا برايي غلط في هذا اللحظه. يعني الاخوه الاعلاميين ساهموا جدا برفع الواقع ورفع صوره الواقع بشكل جيد، حرك الناس. نعم، لكن ما قدرنا نوجه الناس بطريقه صحيحه لوين يروحوا، شو يعملوا، كيف يتصرفوا. ايوه، وهذا دورنا على فكره، واحنا قصرنا فيه. نعم، اذا يبقى نتكلم اعلام لرفع الوعي وللتوجيه ودحض الاشاعات المغرضه اللي قالت على العاملين، اللي منهم من فقدوا من ذويهم ومنهم من ماتوا هم نفسهم. واحنا خايفين زي ما احد الاخوة كان بيتكلم قبل كده ان حتى مدينة غازي عنتاب بكل الكفاءات اللي فيها دلوقتي قد تنفك الرباط المجتمعي اللي فيها وتهجر هذه الطاقات مدينة غازي عنتاب. هنتكلم عنها فيما بعد.
حد انا عايز اتكلم في الاعلام من الزوم يا لا ما طيب خلاص حد منا عايز يتكلم في الاعلام تفضل يعني انا مش متخصص بقضايا الاغاثه الانسانيه يا لذلك شوي ممكن احكي عن الموضوع هذا يقعد هو ياسين يوزع التليفون نعم اول شيء يعني مفيد نفكر نحن مع انه نوع كارثه عم نتعامل نحن عم نتعامل مع كارثه شديده التركيب نعم لانه 11 سنه من الانهاك المجتمعي نعم مع بلد مقسمه لعده اجزاء مع حصار على كل الاجزاء تقريبا يعني شمال غرب في عليه عقوبات حكومه دمشق في عليها عقوبات شمال شرق عنده تحالفاته الخاصه وفي ظل يعني اجواء يعني ثلج وعاصفه ياتي الزلزال في هذا في هذه التركيبه المعقده من المشكلات نعم عم نحكي عن ناس اصلا هن في واقع بشكل عام منهكين على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وحتى الصحي وفي جهد كبير عم تبذل المؤسسات المدنيه من اجل انه ما تنهار المؤسسه اليوم الصحيه لانه هذا من اكبر المخاطر اللي جاي بعد الزلزال إذن طبيعة الكارثة مركبة جدا لذلك تحتاج إلى مستوى عالي من الوعي اللي عم يفكر فيه ممكن الإعلام يلعب دور بس شوف في المقابل شو في وتيرة عالية بخطاب الكراهية بنفس الوقت نعم يعني اليوم لما بسمع يعني على الميادين وزير خارجية دمشق قد يحكي إن سوريا هي حلب وحماة واللاذقية وطرطوس هي سوريا بشعر بغضب شديد إنه إلى أي مدى في قصور رؤية عند هذا النظام السياسي اللي مش قادر يستثمر أي حالة لا يعمل انفراج لأنه خلاص طبيعته المركزية لا تحتمل أي فرصة للانفراج لما بشوف أيضا في المقابل في خطاب كراهية في المناطق الأخرى الإعلام لازم يلعب دوره اليوم لأنه هذه يعني يمكن معيب أقول فرصة لكنها ممكن أن تخلق شيء من التماسك المجتمعي المفقود على مدى 11 سنة هذا مش عم يلتعب اليوم بشكل جيد ما تزال السرديات كل يبكي على موتاه وهذا خطير بالعائلة فرصة من هذا النوع وأسف استخدام كلمة فرصة تعطينا الكثير من الخطاب الجديد للمجتمع السوري أنه هو المسؤول الوحيد عن إنقاذ نفسه لأنه هذا التواطؤ الدولي الكبير هو فعلا تواطؤ لأنه الخزلان اللي صار في 6 أيام الأولى لا يمكن وصفه إلا أنه هو خزلان مقصود دكتور هاني في تواطؤ جدي على قتل هذه المنطقة وتحويلها إلى جزء من سيرة تاريخية ما لذلك القصة هي هون فيجب أن نستثمر اليوم هذا الحدث المفجع جدا لكي نبني خطاب إعلامي جديد مبني على أساس أن السوريين هم الوحيدين اللي ممكن يخرجوا من هذه الحفرة هذا لحد هلا مفقود اليوم المعارضة السياسية لا تستطيع أن تتحدث إلا بالخطاب التركي للأسف واليوم شمال غرب أو شمال شرق يتحدث إلا بالخطاب الأمريكي ومصالحه الخاصة كل واحد يبني تحالفاته على أجزاء ضيقة من سوريا وهذا مش مطلوب اليوم بس نحن مش مؤسسات إعلامية نحن عم نطالب اليوم برفع مستوى الوعي في أدائنا وهذا جزء منه نقد الخطاب الكراهية وتقديم بدائل عن هذا الخطاب لأنه اليوم السوريين بحاجة لأي فسحة أمل تقول لهم في ضوء في آخر النفق طالت هذه الأزمة كثيرا وطالت جزء منا مسؤوليتنا مش مسؤولية الآخرين فقط فأنا بشوف أنه لازم نطور اليوم فكرنا الإعلامي طريقة خطابنا هذا متاح لأنه بعتقد اليوم يعني ما عاد في منتصرين في سوريا يضحكوا علينا بالانتصار الكل الآن مفجوع والكل الآن يبحث عن مخرج وهذه مسألة أنا بعتقد مسؤوليتنا أن نستثمر اليوم أنا قرأت حوالي 6 بيانات صدرت على المجتمع المدني في الأيام الماضية من كل مناطق سورية متشابهة ومتماثلة في فكرة وطريقة تعبيرها هذا هو الأمل اللي عم نفكر فيه نحن يا رب. حتى في مناطق دمشق طلعت بيانات في غاية النزاهة تتحدث عن سوريا وضحايا سوريا كلها مش مخصصة مدينة وتستثني أخرى هذا اللي عم نعول عليه خطاب جديد منطقي عقلاني يشكل آلية ضغط على كل هذه الطبقة السياسية السيئة جدا
اللي عم تحكم هذا المجتمع. شكرا. شكرا جزاكم الله خير. هل في اي تعليق على الاعلام ودوره؟ من في عندنا مداخله من الداخل من الزوم لمرام. تفضلي استاذه مرام. عفوا عذرا جمعيه مرام عفوا بعتذر. انا اسمي رضاحه سفرانش الشكل. يعطيكم التحيه وسعيد بصراحه عندي شغل كثير شغل في الفيديو. انا ما بتطول ثواني. انا اسفه للمقاطعه استاذي بس دقيقه لانه الصوت عنا كانه فيه مشكله بس ثواني لشوف. يا خزان شفناك اذا بتلغي الفيديو ممكن يتحسن. بتجرب صوت مره؟ لا خليها هلا. لا والله بس ثواني. كمان نجرب بعد. ورجلنا تطلع على الابي على الشاكل. هيك نجرب. واحد اثنين ثلاثة. اوكي. يعني افضل بس يمكن لو تحكي شوي ببطء. ببطء ببطء بس انه. انا بعرف انه خطر. خليه يتصل ثاني. ثواني يا استاذي انا كثير بعتذر منك بس ثواني. في حاجة في النت. وين هو؟ هاي. لا فاتحين أكثر من سوا. بالضبط. تحيات أستاذ علاء. تفضل. عشان بس الوقت. بتخيل لو الناس اللي بالاجتماع اي حدا فاتح الاجتماع على زوم يا ريت لو تعملوا بس ميوت من طرفكم اظن حيزبط الموضوع. يعني هلا تمام هلا افضل. كذا هلا افضل. تفضلوا. السلام عليكم. مسموع للصوت؟ ايه مسموع تفضل. يعطيكم العافيه. حقيقة معلش لو شو اللي حكيته طبعا سعيد بوجود كل الشباب اللي صرنا زمان ما شفناهم واللي عم نشتغل معهم. بصراحه نحن ينقصنا مو بس الاعلام رح نكون باين انه في مواضيع رح نجي بعد هيك. وجود استراتيجية كاملة بالاستجابة. في ضعف بوجود استراتيجية. لازم نقعد اليوم بسرعة يكون في استراتيجية لجميع المنظمات يكون فيها الكي مسجز والرسائل اللي احنا يعني ما نطلع من إطارات موجودة. وفي نفس الوقت أنا في شغلة لازم نتطرق عليها لأن في إعلام تركي معادي بلشوا للمسؤولين عم ناخذ مساعدات وما عاد وصلنا أكثر من مسج. وهذا الشيء كثير مهم. وفي كمان اعلام سوري معادي عم يقول انه الاتراك عم ياخذوا المساعدات وما عم يستندوا لاي شيء من المساعدات. انا كمان بقترح لو يمكن هيدي الحكي فيها بعدين يكون في منظمات سوريه لو بدنا نروح على تركيا اكثر من سوريا يكون في منظمات سوريه واضحه وعم تشتغل بتركيا. لانه اليوم خلينا ما نقول الزلزال السوري بتركي ما نقول الزلزال السوري والزلزال التركي عم بياثر كثير بصراحه. انا امبارح كنت بهاتاي في يعني ما في الناس مشغولين كثير بانطاكيا بس في حساسيه. يعني حتى احد القصص قالوا نحن عم نقدر نتعرف على الجزء التركي بس سوريا ما بنقدر نتعرف عليه لانه اهله مو موجودين. يعني في كونسبت شوي حساسيه. كنت قبلها بمره شو نفس الطريقه عندنا هيك كثير. بدي ارجع اعيد هي استراتيجيه كامله بالاعلام وبالاستجابه. ما بدي اطول لانه مضطر مش الساعه 2 بس رح اضل اتصل معكم. شكرا جزاكم الله خير. طيب حد ثاني؟ انساني مكتوب بس الاسم مش واضح. بس علي الصوت عشان علي الصوت بس. دكتور وليد الصالح صباح الخير للجميع ومساء الخير للدكتور. يعطيك العافيه استاذ خالد واستاذ علاء. كما قال الاستاذ يقظان زمان ما شفناك. سامعين الصوت؟ سامعين تفضل. طيب حقيقة نفس ما عمل مرام ما بنطول. يعني أنا متابع الموضوع صار لي من اللحظة الأولى من الساعة 4 الفجر لما صار الزلزال لغاية الآن. إحنا عمالنا بنحاول نعمل تنسيق مع أكثر من دولة مش بس يعني في الجانب تركيا وسوريا. طبعا منصة إنساني العالمية هي في ماليزيا مقرها توريد جماعي مثل لانش جروب وغيرها. لكن عدا عن ذلك لعبنا دور كبير بتنسيق مشاريع أوفلاين
لتكون على الأرض. لكن من الناحية الاستراتيجية واجد أنا أنه أيضا كثير من الإخوة والأخوات العاملين في الميدان الإنساني هم من المتضررين، وهذا صراحة أثر برضو على الحركة وعلى الاستجابة في خاصة في عتاب وهاطاي والمدن الموجود فيها مركز الجمعية. اللي يقوله أنا يعني ما بعرف الأخ أستاذ علاء والأخ خالد هم يعني من دائما اللي بادروا بتشكيل الأجسام، وأنا وين رابطة الشبكات، وين منتدى المجتمع المدني السوري، اتحاد الجمعيات، الأليانس، اللي يعني بتقديري إذا هون كل التجمعات وبدت رابطة الشبكات بالتذكير في هذا الموضوع وعمل برنامج مركزي حقيقة كمثال مثلا للأيتام بفلسطين في الكمبيوتر في وزارة الشؤون الاجتماعية، بتضرب على الاسم بتلاقي كل الأسماء موحدة، هذا في ظل الوضع العادي. لكن نحن الآن في ظل استجابة سريعة نحتاج إلى كثير من الأساسيات الحياة، ممكن عمل هذا. ومن تجربتي أنا بتسع سنوات عشر سنوات مع الجمعيات التركية السورية أصبح في هناك خبرات وطاقات وقدرات كبيرة جدا ومحترفة، وخاصة بالتعامل مع البرامج. يعني ممكن التنسيق من جانب، يعني رابطة الشبكات أو المجتمع المدني، ملتقى المجتمع المدني يعملوا تنسيق مع الإخوة بآفات والهلال، يعملوا وحدة زي كيف التنسيق الدام، يعملوا وحدة داخل العملية غرفة العمليات التركية، إنه هاي وحدة العمليات اللي خاصة بالمناطق السورية أو السوريين الموجودين في تركيا. بتقديري إنه ما نعود نبدأ أجسام جديدة، نستغل الموجود ونتحرك عليه. وشكرا لكم، جزاكم الله خير. خلاص، جزاك الله خير. طب ننتقل، يعني لما فيش حد يتكلم في الإعلام، طبعا احنا مش بنتكلم مع لقائنا اليوم، مش هنتكلم على كيف نجمع التبرعات او حتى حجم الكارثه، كلنا عامل حجم الكارثه في العالم كلها اتغطت اعلاميه كثيرا، بنتكلم على الاشياء اللي بد نعملها اللي الناس بتنسى انها تعملها. فعشان كده اتكلمنا اهميه الاعلام في دفع النقطه الثانيه اللي هو عمليه المناصره. لو احنا عايزين نتكلم عن مناصره، مناصره لايه؟ هل هي مناصره لفتح المعابر؟ هل هي مناصره لادخال مساعدات؟ هل هي مناصره لرفع الركام؟ هل هي مناصره لايه؟ يعني احنا عايزين ايه من الايه؟ يعني بننصر شعبنا في ايه؟ سواء كان الشعب التركي المصاب او الشعب السوري اللي في الداخل. ايه المناصره اللي احنا عايزين نعملها؟ في ست بيانات حضرتك اتكلمت عليها قبل كده اهو. ست بيانات، منها بيانات امميه وغيرها، وكل جمعيه مطلعه بيان. احنا عايزين نتكلم عن المناصره اللي اغلب الجمعيات بتاعتنا سواء كانت تركيه او عربيه او اسلاميه ضعاف جدا 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 في المناصره، اقوياء جدا جدا في جمع التبرعات. فاحنا عايزين نفهم الناس لابد ان يكون سياسه للمناصره جميعا. من اجل ماذا؟ حد يبدا من مصر؟ اتفضل مهند. طيب يعطيكم العافية جميعا، وشكرا لعطاء على يعني دعوتنا لهذا الاجتماع واللقاء مع الدكتور هاني والزملاء يعني الموجودين، مهند عثمان مدير التنفيذي مؤسسة الشام الإنسانية. هلا فيما يخص موضوع المناصرة، حقيقة نحن لساعتنا يعني في خطواتنا الأولى فيما يتعلق موضوع المناصرة. المناصرة هي بالنسبة لنا شيء يعني تكميلي، وأغلب المؤسسات اليوم العاملة في القضية السورية سياسية أم كانت إنسانية لا تعتبر المناصرة بطعم خبز، لأن المناصرة هي شيء يعني أساسي ومهم، وتغير يعني بتغير سياسات وتشتغل على موضوع المناصرة، بس تحتاج إلى وقت طويل. يعني اليوم نحن بنقدر نأخذ أمثلة، اليوم الموضوع الـ يعني LGBT والشيء المتعلق بالمجتمع LGBT بلس والكيو وكل كل الجهات هاي، يعني وصلت لحالة متقدمة من تغيير سياسات الدول تبعها، لأنه اشتغلت على مدى عقود في موضوع المناصرة. يوم ما كانت الأمر هيك فجأة صار، يعني صار في تغيير السياسات. يعني أنا ما عم بحكي شو وضعهم، يعني وضع أو الشيء المتعلق بالLGBT، وأنا عم بحكي على مثال المناصرة. وفي كتير شغلات اليوم بتم العمل عليهم خلال المناصرة. اليوم عم بنحكي على موضوع التغير المناخي،
وحث الدول على تغيير سياساتها فيما يتعلق بالتغير المناخي وتغيير آلياتها فيما يتعلق بموضوع العملية الإنتاجية والإندستري كل شيء. هذا أمر يعني يحتاج إلى سنوات. نحن بالنسبة لنا قضية سورية، يعني إذا أنا بدي أرجع أحكي على موضوع المناصرة، لأن لحديت اليوم معنا سياسة واضحة ومنهجية واضحة فيما يخص موضوع المناصرة. المناصرة تحتاج إلى 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 يعني استراتيجية، تحتاج إلى يعني أدوات ثابتة، ومنها اللي هي الإعلام. يوم وقت نحكي نحن عن المناصرة، أكثر شيء نحن بيخطر بذهننا هو إصدار بيان، يعني ما في شيء ثاني. بس وأنا أعتقد المناصرة هي أكثر من هيك بكثير. نعم. ومو بتغ هي المناصرة هي بالنهاية يعني من أجل تغيير سياسي في توجه مواد. أنا بدي أحكي على موضوع تغيير الـ 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 الخطاب الكراهية. هذا يحتاج إلى توعية، ويحتاج إلى يعني عقد ورشات وحلقات اللي هي بتصب بالنهاية كمان موضوع المناصرة. بأنا مشكلتنا نحن كمؤسسات اليوم سورية عم نستخدم، يعني أنا إذا بدي أربطها بالإعلام، عم نستخدم نحن الإعلام في جهة واحدة اللي هي متعلقة إظهار حجم كارثة الناس. اليوم في عنا زلزال، في عنا اليوم آلاف من العوائل تم يعني شردوا بسبب الزلزال، في عنا حاجة كبيرة، وعم نشتغل على موضوع جمع التبرعات. بس تعال هلأ أحكي إنه اليوم التبرعات، هل اليوم الملايين اللي جمعت نحن بنقدر نوجهها بطريقة أفضل بحيث إنه تكون فيها عائدية أفضل على المجتمع بعد شهرين؟ كل اليوم بيقول لك لا، احنا ما بدنا نركز على هذا الجانب، لانه احنا بالنسبه لنا اليوم السوق الحامي هو بس جمع تبرعات واغاثه عاجله. لذلك يعني نحتاج الى موضوع اخذ سياسه واضحه واستراتيجيه واضحه بموضوع المناصره. واذا ما كان عند المؤسسات الانسانيه القناعه انه اليوم المناصره هي جزء اساسي، مو بس انا بدي اقدم سله غذائيه واقدم خيمه، إذا ما كان عندهم قناعة أنه هذا الأمر مهم كثير، لازم يصير في عليه استثمار، ولازم يكون في له موارد خاصة مثله مثل أي شيء تاني، راح نتم ماشي بنفس الطريقة هاي. ويعني والمشكلة كمان أنه حتى الداعمين تبعنا الممولين يعني ما بيساعدك أنك أنت تخصص يعني شيء من يعني من ميزانيتك لموضوع المناصرة. يحتاج هلتن إلى جمع يعني مجموعة من المؤسسات تتكفل في هذا الجانب، وتحط يعني سياسة واضحة لموضوع المناصرة، وتقول إحنا شو بدنا نساوي فيما يخص الموضوع المناصرة. لا وإلا إحنا بعد 10 سنوات رح نرجع نعيد نفس الحكي ونفس الكلام. شكرا. ما وصلنا لنت. شكرا جزيلا. شكرا. يعني دكتور هاني عم نحكي عن واحد من أعقد الاختصاصات في العمل المدني. لذلك أنا مش متحمس يكون المناصرة هي يعني شخص مسؤول في الجمعيات الإنسانية، هي تخصص بحد ذاته. صح. بس كيف ممكن نعمل تنسيق؟ أيوة. ما بين مصدر المعلومات اللي هي الجمعيات والعاملين على الأرض، وبين فكر المناصرة اللي لازم يحول هذه القضايا إلى تحويل ما تغيير ما. وعارف لمن من يتوجه اليوم؟ أنا بعتقد تطورت التجربة السورية خلال السنوات الماضية وحققت كثير على مستوى أوروبا وعلى مستوى المحاكمات وعلى مستوى التوثيق وعلى مستوى المناصرة، هذا صحيح. بس في الشأن الإنساني بعتقد في فجوة، ما في ربط كافي بين الطرفين. خلونا نفكر كيف ممكن نحط مقترحات وتوصيات حول هذا الربط بطريقة عملية، لأنه هذا كثير مهم، وبتصور في إمكانية لوجود هيك مقترحات اليوم. اليوم مشكلتنا الأساسية أنه نحن محتاجين للدعم من أشخاص لا نثق فيهم بشكل جيد. يعني بتعرف جمانة، كنا من 3 أيام بلقاء مع الخارجية السويسرية، تيجي مسؤولة الملف السوري في الخارجية السويسرية بتسأل شو لازمكم الآن؟ يعني سؤال في غاية العبط. وأنا بقالها يعني أنه قبل ما تكتبي على الورقة تبعيتك الفاضية، الناس حاليا مثل هاي الورقة البيضاء، الناس نزلوا بيجاماتهم من البيت وما لبسوا بإجريهم شيء. شو عم تسألي شو لازم يكون اليوم؟ في نوع يعني من الاستهتار
لإنسانية الإنسان كبيرة جدا. فمشكلتك أنه بدك خطاب إعلامي مع مناصرة يوجه ما تبقى من الأصوات الخيرة في هذه المجتمعات لتقدر تقول لهم تعالوا لنشوف قديش أنتوا عم تطبقوا الأفكار اللي بتحكوا عن حقوق الإنسان بشكل صحيح. وبدك تنتقد بنفس الوقت هذا السلوك اللا إنساني للمؤسسات اللي معتبرها أنه تعداد الضحايا هو المهم الأكبر. يلا 700 800 ألف 20 ألف اليوم صرنا ب 28 ألف. إذن هون يعني تقنيات هذه العملية أنا أعتقد لازم نتقنها اليوم، وهي تخصصية. يعني لازم يكون في عندنا هيئات مناصرة تتحالف بشكل وثيق مع مصدر المعلومات لأنه اللي عاملين على الأرض لينتجوا خطاب معرفي عقلاني إعلامي تقارير تستطيع أن توجد التغيير المطلوب. وهذه اليوم أحوج ما نكون له. هذا التحالف الكبير الواسع بين مختلف التخصصات هو اللي بنحتاجه اليوم. فينا نطلع من فكرة البروبوزل ونحكي بهذه العقلية. أنا بعتقد هذا بيكون كتير تطور ملموس بدرجة نضج المجتمع المدني السوري ومنظماته. شكرا. وطبعا قضية النصرة مش فقط في ضعف فيها في المجتمع السوري أو المجتمع العربي، حتى في المجتمع الدولي في كتير جدا مؤسسات في الخارج ما تنفق هذه الأموال، وفي مؤسسات متخصصة في المنصرة. عشان بس نصرح النقطة دي، المنصرة بتتعمل على ثلاث مستويات: إما أنت تعملها بنفسك في جمعيتك يكون عندك الإمكانيات، وإما أن أنت بتعملها بالتحالف مع مجموعات أخرى، وإما أنت بتعملها بأنك تكلف شركة متخصصة أو جمعية متخصصة تنفق عليها من أجل أنك ترفع قضية معينة تكون هي شائكة للجمعية لو ظهر اسم الجمعية أنها هي وراء قضية المنصرة هذه. فبتديها كذا نوع من أنواع الوسائل. لكن احنا نتكلم وإحنا في وسط الأزمة الزلزال والناس الضحايا اللي توفاهم الله شهداء بإذن الله سبحانه وتعالى والجرحى، ليه احنا بنتكلم في إعلام وليه بنتكلم في منصرة؟ لأن دي قضايا منسية وحتنسى. نفس الموضوع ده حصل في السونامي، ونفس الموضوع ده حصل في زلزال باكستان. زلزال باكستان يمكن أنا ذكرت أكتر من مرة كان في تبرع من توني بلير 100,000 جنيه كحكومة. شفت قد إيه الاستهتار؟ تتكلم عن دلوقتي؟ لا، من جورج بوش الابن 100,000 دولار. إحنا كمؤسسة قلنا 2 مليون دولار. البي بي سي قالت أنتوا مين أنتوا؟ تفهموا أكتر من أمريكا وأكتر من بريطانيا، فدعونا على التلفزيون. لما رحنا هناك سألوا السؤال ده على الهواء، نعم ندرح باكستان ودرح كشمير. على جبال كشمير مئات القرى، وانتظروا هتعرفوا الأرقام الحقيقية. اللي مات على جبال كشمير فقط فهزت جبل واحد أو جبلين 73,300 ناس. ده اللي أحصوا، وفي ناس ما أحصوش، فكنا نحن متوقعين من 90 ل 100 ألف. نفس الموضوع ده لما نتكلم عنه في قضية اللي هو كفادان كاترينا، عجزت الحكومة الأمريكية عن التعامل معه. عجزت ليه؟ لأن مش متعودة أنها تتعامل مع كوارث، واضطرت أنها تستفيد بالجمعيات علشان تقوم بدور الحكومة. فما ننظر لمثل هذه الأشياء. المنصة بالنسبة لنا هنتكلم يا أخواننا والناس بتبكي والناس مشردة والناس ماتت، ليه بنتكلم عن قضايا؟ الناس قال لك ليه دخل ده في العمل الإنساني؟ لأن العمل ده هو صلب العمل الإنساني. العمل الإنساني مش فقط أكل وشرب وإيواء، احنا محتاجين ده، محتاجين ناس تقعد تفكر علشان تقوم بالمنظومات دي كلها اللي هي بتعيق العمل الإنساني. حتى إذا كان في النصر يا شباب تفضل. خلاص أنا آسف يا أختك. أنت تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. علي بس خلاص على صوتها وده. استاذ كيف ده بس علي صوتك شوي. عايز تحطي جنب الكلام. لكن حقيقة في شيء كتير عاجل. عم نحكي عن موضوع المناصرة كتير موضوع مهم ولازم نركز عليه كلياتنا، موضوع الشمال السوري والخط المساعدات. المنظومة الأممية كلها محزوزة من كم الانتقاد اللي هي موجودة فيه.
فبعتقد يعني صح في شيء استراتيجي لازم تخطط عليه، بس في شيء آني لازم كلنا نشتغل عليه هلا. هي الفترة هي أحسن فترة للضغط على الأمم المتحدة مشان موضوع فتح المعابر، أحسن فترة للأدفوكسي لموضوع التثبيت تبع قرار مجلس الأمن. أي مشاريع رح تجي ما ممكن إنه تتنفذ خلال 4 شهور لبين ما يتوقف القرار. أنا بعتقد هلأ كلياتنا لازم نضغط بهذا الاتجاه. هن في حالة بانيك هلأ، امبارح المنسق العام عم بيقول عم تتهمونا. هي مو اتهام، هو بيعرف إنه هذا مو اتهام، إنه هن أصلا. فأنا بعتقد يعني حلو التفكير على مستوى استراتيجي، لكن آنيا نحتاج إلى رسائل مناصرة بهذا الاتجاه. الأزمة لأنه هي الكارثة اللي إحنا فيها ما رح تنحل بشهر وشهرين وثلاثة. فإذا ما انفتحت القنوات كلياتها لإغاثة الناس بالشمال السوري ما رح نقدر نتحرك. بعتقد هلأ يا ريت نشتغل على هذا الموضوع ويصير في ضخ إعلامي كبير على هذا الموضوع، على هي القصة، حتى نتيح للمنظمات تشتغل بشكل مرتاح. مو كل 4-5 أشهر يلا عملوا أدفوكسي لموضوع الكروس بوردر. يعطيكم ألف عافية. شكرا. حد تاني على الزوم؟ لا. حد دكتور حسان بندية، تفضل دكتور حسان. يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك. أنا بصراحة أنا بأكد لك على نفس النقطة اللي هي تكلمت عنها الأستاذة هدى. يعني من شوي فعليا نزل تويته مايتن واللي هو عم بيعترف فيها بشكل صريح بتقصير، وهذا بالنسبة لأنه هو اليوم هو موكافي. وأنا بأيد أستاذ يهودا أن اليوم هو أفضل وقت للضغط عليهم، لأن اليوم لما نحن بدنا نحكي على ما حالة الأيرلي ريكفري لازم المعابر هي اليوم فعلا لنتجاوز نحن هي الكايسة، لازم هي تبقى مفتوحة على الأقل لثلاث سنوات، ومو فقط فعليا هو مع باب الهواء. طبعا الله يجزيهم الخير، قد هو هي المناصرة هي رابطة الشبكات وعدة شبكات سورية ثانية ومؤسسات. ونحن هلا يعني تقريبا بعد نصف ساعة، يعني أنا عم بحضر معكم، ولكن بعد نصف ساعة في عنا اجتماع، يعني كمان من بعد اجتماعه في مع باب الهواء مع مارتن باليو ان هاب، وحنحاول كمان ان هو فعليا نوصل نفس هي سائل. فانا بشوف اني فعلا اليوم هو كاولويه ان اليوم ككل شيء مؤسسات سوريه نزيد من هذا الضغط، لان اليوم حجه الامور البوليتكس وحجه الامور المعابر هي ابدا ما هي حجه. اليوم هي كارثه طبيعيه، انا ما عندي مشكله كان انت تتدخل بكل الاماكن اللي الناس تضايق فيها من الزلزال، سواء في شمال غرب او شمال شرق او حتى النظام، ولكن يكون في تدخل مثل اي اماكن كوارث طبيعيه ثانيه صارت مثل هايتي، واللي هو هذا اليوم نحن اليوم ما شفنا عدم تدخلهم لحد الان. في لحد الان ما زال هو ناس تحت الانقاض، عائلات هي كامله، وموت هي العائلات هن فعليا السبب الوحيد له وما في سبب ثاني. يعطيكم الف عافيه. يعني في موضوع المعابر في كذا نقطة بالحقيقة. رقم واحد، السويسريين دعوا لمجلس الأمن لنقاش الموضوع مشان عدم الالتزام بالقرار تبع الكروس بوردر. رقم اثنين، حكومة دمشق طلعت امبارح مناطق منكوبة، وحسب الدستور السوري تعريف المناطق المنكوبة يسمح بدخول مساعدات من أي طرف دون انتظار موافقة الحكومة، لكن لم تسمي إدلب طبعا، يعني لم تسمي إدلب بالمناطق المنكوبة، سمت مناطق سوريا المفيدة تبعيتها يعني. وبالتالي على الناحية الأممية ما عاد في حرج على الدوليين أن ينتظروا موافقة أحد، لأنه النظام أعلن مناطق منكوبة، وهذا بيتيح فرصة للدخول من أي معبر. وبنفس الوقت ما عاد في مثل حجة مسؤول الملف بحلب أنه هو ما عنده جهة في شمال الغرب يستأذن بالدخول أو تضمن له سلامته. اليوم هذا الموقف تغير، وبالتالي بعتقد القدرة على الضغط اليوم قادرة، لأنه في أوراق مهمة ممكن نستخدمها في عملية الضغط. وبعتقد قد يقوم مجلس الأمن باتخاذ قرار بفتح أغلب المعابر بشمال سوريا، ولازم وهذا لازم ينحكى اليوم، وحتى مع السويسريين ينحكى بشكل واضح، لأنه هن داعمين فكرة فتح المعابر. شكرا. شكرا. أخت جمانة، بعد نأخذ ناصر. خلاص جمانة. طيب تفضلي. هلا لما بنحكي عن المناصره
القضايا السوريين وتعدد مشاكلهم بخليك تحتار لشو بدك تناصر. قال نحن بدنا نناصر هون بتركيا على مستوى شو عم بيصير مع المتضررين وكيف عم بيصير عندنا في عنا بعض التصرفات من العنصرية أو بعض القرارات العنصرية تجاه اللاجئين. قال هذا بدنا نناصر له، ولا بدنا نناصر للمعابر اللي تسكرت بوجه المساعدات الإنسانية المفروض كانت تصل باليوم الأول على حجم هيك كارثة من المعبر من تركيا، ولا بدنا نناصر لحجم الضحايا وحجم الانتهاكات اللي صارت وحجم الضرر اللي صار. بالتالي نحن قديش نحن بحاجة لتمويل، وقديش متوقع لاحقا يصير في أثر لهذا الزلزال، أثر مستمر. هل بدنا مثلا الناصر لقضايا إلى علاقة بحقوق الناس، بالضرر النفسي للناس؟ بدا التجاهل الدولي اللي عم بيصير اللي عم بيصير بسوريا، هي حجم الكارثة بخلي عندك قطاعات كتير كل وحدة بلها مناصرة، وبالتالي كل وحدة بدها أدواتها، والمؤسسات نفسها هي مستنزفة أولا بالعمل، وبنفس الوقت مطلوب منها هي قضية المناصرة تكون على جانب عملها، وقضية الإعلام أيضا يكون له حيز بهي المؤسسات. فهي بدها تشتغل وبدها تتناصر وبدها تملك أدوات المناصرة المطلوبة، وحسب القضية اللي بدها تناصر لها. يعني لما بدنا نقول مناصرة على مستوى اللاجئين هم في تركيا، فبالتالي بدأ يكون عندك وصول للمؤسسات التركية، بدأ يكون في عندك علاقات قوية مع الأتراك، بدأ يكون في تنسيق كتير كبير معهم، بدأ يكون في عندك مؤسسات تركية حاضنة معك لهي المناصرة، تترك الأتراك يتكلموا عنك. لما بدك تحكي مناصرة عن قضية العمل الدولي والإغاثة وتجاهل المجتمع الدولي للإغاثة في شمال سوريا، بالتالي أنت بدك تملك أدوات الوصول لصانعي القرار الدوليين وللإعلام الدولي، وبالتالي حتى تقدر تملك وسائل الضغط المناسبة لهذا الجانب. لما بدك تحكي عن المناصرة لقضية جمع التبرعات، وأنه نخشى أنه خلال شهر أو شهرين الناس تتناسى قضية السورية، بالتالي يجف التمويل ويتوقف، وهو أصلاً كان قبل الزلزال يعني بالكاد يعني التمويل كله تقريبا مصادر التمويل كانت منقطعه ومجففه، فبالتالي هذا التخوف موجود. فنحن على شو بدنا نناصر؟ فالقضيه ليست فقط قضيه مناصره، ايضا وضع اولويات. احنا الان بمرحله بدنا نعرف شو اولوياتنا حتى نقدر نحدد مين الناصر. بالتالي انا مع انه تشكل لجنه خاصه، يعني تشكل ناس من المؤسسات ما عندها شغل اغاثي ولو كانوا متطوعين، قد يكونوا خبراء، قد يكونوا يفضل انه ما يكونوا من الأفراد اللي هن متضررين، اللي هن عنده المشاكل صار خاصة بأسرهم بعوائلهم بأقاربهم. فأنا لما بدي أقول مناصرة بدي أقول على هي المستويات، نحن بنقدر نزودهم بالمشاكل، حتى ممكن نزودهم بالأرقام، ممكن نزودهم بالوصول، لكن هي بالأخير بدك أشخاص متفرغين تماما لهذا الموضوع أو عندهم إمكانية للتفرغ أو لأخذ وقت كتير من وقتهم لهذا الموضوع، يملكوا الخبرة ولو بدفعنا لهم المال، ولو كانوا خبراء ودفعنا لهم المال، بس بالمحصلة بصراحة يوفروا كتير وقت علينا. شكرا. في حد تاني منسق ولا ننتقل لنقطة أخرى؟ أنا بس كان أنا حسيت إنه ما طلعنا بشيء بهومي. هذا المقترح. نعم. على الضغط اتجاه كانوا عامل 3 سنوات. أيوة. يعني مخرج ده. قصدي ليش أنا قلت يعني بدي أرجع بس الحديث، نحن اليوم لما عم نقول المناصر نحن عم نحكي بشكل عام، نحن عم نحكي اليوم ما هي الرسالة اللي بدنا نركز عليها نشتغل عليها كمؤسسات في هاي الحالة، في حالة الزلزال نحن اليوم قاعدين. نعم. ما أنا قبل شهر عم نحكي بقضايا التعليم أو القضية السورية كلها. نعم. لا نحن عم نحكي اليوم في زلزال ضرب، هذا مثل ما قال علاء واضح أنه حتى بعقلية الناس المناطق صارت مفصولة، يعني حتى النظام اليوم لما طالع قال سوريا، هو اعتبر الشمال السوري ليس من سوريا بشكل رسمي، يعني قال ما جاب ولا خبر عن مناطق الشمال السوري، وتركيا حكت عن تركيا. الشمال السوري اليوم يعني وحيد لا كوادر إنقاذ إجت من برا
ولا دول أعلنت أنه بعثت له شيء، والتركية أجاها فرق إنقاذ مناطق النظام ورتبوا معاه واجتوا فرق إنقاذ وشاحنات، وواضح اللي بيتبع يعني وصول المساعدات لهنيك. مناطق الشمال السوري هذا اللي اعتبروه لا دولة ولا شيء رسمي يمثله، نحن نمثله بطريقة أو بأخرى، لقينا حالنا كمؤسسات عاملين هنيك عم بدنا نحكي فيه. مو لأنه نحن عم نقول بالفصل، لا، لأنه واجب الوقت. طيب مين يتدخل هناك في المساعدات؟ صار له 10 من منذ قرار مجلس الأمن وإدخال المساعدات المنظومة الأممية. طيب نروح لهدول اليوم، هن أثروا كتير، في فرصة اليوم نحملهم المسؤولية. ومثل أي شيء في الدنيا لما بتجي أنت مقصر بدك تدفع ثمن، يعني هذا لما تجي تعتذر بدك تجي تجيب هدية، وردة، علبة شوكولاتة، مو هيك؟ اللي بيعتذر ما بيكتفي إنه يقول أنا آسف مارتن اليوم، بدي أقول أنا آسف ومقابل هذا الحكي راح نعدل، وواضح إنه كنا غلطانين بتغليق المعابر، بدنا نقول له مع أسفك قدموا بين يدي صدقات، بين يدي صدقات. بدنا نقول له لمارتن بدك تقدم اعتذارك، بدك اليوم تحكي تناصر. المناصرة هي التأثير على صناع القرار لوجود تشريع أو تعطيل شيء أو تفعيل شيء، مو هي يعني بحدودها من اليوم هن القادرين على الفعل؟ هو مجلس الأمن والأمم المتحدة اللي هي عم بتقول أنا مساعداتي مرهونة بهذا القرار. بنقول له هلأ الوقت تعملوا اجتماع، تاخذوا هي تطالعوا المساعدات من مجلس الأمن، هلأ بدنا نصوت عليه، خلي الروسي ساعتها يقولوا فيتو على فتح المعابر حتى يتحملوا المسؤولية الأخلاقية والقانونية. بس اليوم يجب على الأمم المتحدة واليوم اللي رايحين يعدوا هيك إنه طرح الطرح. إذا خايف تطرحه أنت قول، قول أن إحنا كأمم متحدة ما حابين نطرح هذا الطرح، والله خايف يعملوا فيتو، لا اطرحه وخليهم يعملوا فيتو، خلي يبين الروس اليوم على حقيقته انه هو فعليا ضد ايقاف المساعدات. هلا بهي الحاله فرصه نستثمرها بالضغط، واذا كان يعني اسف على القول اذا كان في شيء من يعني هو مطالبه الحقوق بنوع من الابتزاز، لانه هن اثروا تاثير حقيقي اليوم. مثل ما الصوره طلعت بجنديرس فوق الانقاض حطوا علم الامم المتحده مقلوب، قالوا لهم الناس ماتت وانتم عم بتتفرجوا، هاي مسؤوليتكم. ولا فريق إنقاذ دولي أو أممي أو أي شيء دخل الشمال السوري، هاي كارثة. ولليوم ما دخل، يعني حتى هلأ بإزالة الإنقاذ ما راح يدخل، راح يقول لك سياسيا وأنا ومحكوم، طيب شيل عنك هذا الحكم. فهي هي الرسالة المناصرة اللي كنا عم نحكي، لسه عم نحكي نحن بكل المناصرة، نحن عم نحكي شو رسالتنا بهي الأزمة الآن. جزاكم الله خير. طيب واضح جدا يعني يا تفضل يا استاذ كندا. الصوت واضح عندك؟ واضح بس هي قديمة، أنا أسف. يعطيك العافية. أنا أعتقد إنه اللي طرحه الأستاذ عيسى يعني طرحناها حتى باجتماعات وبشكل كتير فج مع الأمم المتحدة ومع الممثلين مع سنجانا، يعني كنا كتير واضحين بهذا الطرح، ما يعني ما أثرنا، بس بعتقد بدنا أكثر حتى يتم حتى تجاوز قرار عبر الحدود، لأنه ما ظل 3 أشهر 4 أشهر بتوقف، يعني إحنا ما رح نلحق نعمل شيء إذا ما صار في تمديد غير مشروط لإدخال المساعدات عبر الحدود. شكرا. طيب يبقى احنا نتكلم عن 3 مناطق بتصدر المفروض تصدر المساعدات عن طريق الحكومة التركية وعن طريق الحكومة السورية وعن طريق المنطقة الثالثة اللي ملهاش حيثية دولية عشان تصلها المساعدات مباشرة، اللي هي الشمال الشمال ايه شمال شرق، المنطقة اللي هي فيها اللي احنا بنشتغل فيها. كيف تصلنا المساعدات هناك بدون المناصرة اللي كلمت عنها الأخت كندا، اللي تكلم عنها جمالنا؟ فلابد يعني احنا شخصيا كمؤسسات جزء من العمل الإنساني المناصرة، بل جزء من العمل الأخلاقي المناصرة، بل جزء من العمل الديني المناصرة. ولا يحض على طعام المسكين
والحد هو إشاعة الخبر عن حاجة المسكين، يعني إيه؟ يعني مناصرة، فسواء إنسانيا أو اجتماعيا أو مهنيا أو عقيديا أو أخلاقيا هي جزء من إيه؟ من حياتنا كلها، هي مساعدة ضعفاء. فدي رسالة واضحة لكل المؤسسات اللي بتشتغل في هذا المكان. العملية مش أكل فقط، الأكل إحنا محتاجينه، الإيواء إحنا محتاجينه، الدواء إحنا محتاجينه، أشياء الركام إحنا محتاجينه، لكن إحنا محتاجين منصة علشان نغير القرار السياسي الآن. ومارتن جريفيث موجود الآن والأمم المتحدة، لأن في تقصير. إحنا خايفين من إيه؟ مش هنخاف من حاجة. إحنا بنقول دلوقتي إحنا عندنا كارثة لا نعرف حجم هذه الكارثة في الداخل السوري. عرفنا تقريبا حجمها في المنطقة بتاع تركيا، مناطق العشر ولايات، لكن لا نعرف على الإطلاق حجم وأبعاد هذه الكارثة في الداخل السوري. وده دورنا احنا كمؤسسات يا اخوانا، ان احنا نحول جزء من جهدنا للدفع في، زي ما كان بيتكلم اخونا خالد واخونا علاء واختنا جمانة واختنا كندة، عن نوعية النصرة في الوقت ده بالذات. يعني اذكركم في الماضي لما حصل 11 سبتمبر، فجان رئيس الاعلام اللي كان عندنا في المؤسسة المفروض نوطي راسنا، ويعني نقول ليه يمكن نوطي راسنا ليه؟ ده الوقت اللي انت لو وطيت راسك فيه هتتقطع. وقفنا للاعلام، وقفنا للاعلام بي بي سي والاي تي في والسي ان ان وكذا وكذا، لان اللي يقف الاعلام يعرف انه ما عندوش حاجة غلط. وأغلقت عشرات المؤسسات في بعض الدول، لكن لم تغلق المؤسسات اللي وقفت الإعلام وناصرت القضية الإنسانية للمسلمين في الغرب في هذا الوقت. ده بالنسبة لمناصر. عندنا النقطة الثالثة وهي مهمة جدا جدا جدا، ونعتقد أنها فرض لكل مؤسسة، فرض لكل مؤسسة، اللي هو التنسيق. التنسيق فرض وليس وظيفة وليس مندوحة وليس سنة، يقام بالدين المجتمعي مش الدين الشرعي، خلي بالكم. بمعنى ايه؟ بمعنى لما فيش تنسيق في اهدار للمال، لما فيش تنسيق في ناس هتموت مننا علشان ما عالجناهاش، لما فيش تنسيق في المجتمع مش هيسقطنا فيما بعد، لو مفيش تنسيق هيبقى فيه عداوة من المؤسسات بعضها البعض. أنا الأول أنا الأول أنا الأول أنا الأول أنا الأول. ده اللي حصل دلوقتي، ده اللي حصل دلوقتي بعد 12 سنة من الأزمة السورية، وده اللي حصل دلوقتي. وأنا شخصيا بتكلم عن خبرتي في الدنيا في الأزمة 40 سنة، نفس اللي حصل من 40 سنة بيتكرر الآن. تطلع الصورة أنا الأول، تطلع الصورة هذا شعاري. طب وبعدين أنتوا نسيتوا أن صاحب الشعار ده وصاحب المال ده هو الرجل الميت تحت الأنقاض في داخل سوريا أو في تركيا أو في أي مكان في العالم، بدون تنسيق. فالتنسيق دلوقتي أصبح فرض وجزء من العمل الإنساني. تفضلوا، تعال خليك أنت عادة، أنت خليك عادة، لأن أنت عادة أنت بس أنت عادة، أنا أمرك بأن تجلس. ما لازم امر حد. تفضل معك يا جماعه. بعتقد نقطه ثانيه غير الكوردينيشن يعني حابه سيره، هي موضوع العنايه الواجبه للموظفين. موظفين اللي بيشتغلوا بالمنظمات في حال صعب كثير كثير، ويعني سواء اللي كانوا اللي بسوريا ولا بتركيا، منهم فقد عوائل، منهم هو راح، منهم الغالبيه عندنا هذه هون بتركيا تفرطعوا بكل الاماكن، المصروفات صارت أكبر، الوضع صار فوق تحملهم. أرجو المنظمات إنه تحط هذا بعين الاعتبار وتحطه أولوية، لأنه أول شيء الوضع النفسي جدا سيء، وإذا فيهم يقدموا دعم نفسي أنا بدعوهم، يعني مني وجر أنا بحاجة إلى دعم نفسي. ومن بالمرحلة الثانية كمان دعم مادي، لأنه الوضع كتير صعب، وبعتقد هدول أولوية صار لهم 10 سنين عم يشتغلوا بكل طاقتهم وعم يخدموا سواء بالداخل ولا هون. فأرجو كمان هذا ينحط بعين الاعتبار، يعتبر أولوية ويجب معالجته. شكرا.
جمعنا بعدنا اخونا مهند معلش هو ما رايك يعني انا اريد نطلع باكشن بوينت تفضل برافو عليك يعني بعتقد الاقتراح اللي انكتب على الشات مهم مناصره حسيسه باتجاه ابقاء المعابر مفتوحه لازاله اثار الكارثه يعني 3 سنوات بعتقد ممكن نعمل عليها عمليه مناصره جديه والنقطه الثانيه المتعلقه بالاكشن بوينت انه نحن طلبنا حتى من السويسريين تعديل اجنده بروكسل القادم بمعنى ان يكون بروكسل القادم اللي هو يفترض بشهر 6 بتصور انه يمكن بعده شوي انه الاجنده تبعيته ان تلحظ بشكل ملموس المستجدات الاخيره في الملف السوري فيما يتعلق بالزلزال ونتائجه وان يكون هناك تصور طويل الامد فيما يتعلق بمعالجه اثار الزلزال وهذا الطويل الامد بشكل اساسي يجب ان يخدم الجانب التنموي في عمليه اعاده البناء هذا بشكل اساسي اللي اتفقنا فيه مع السويسريين ونقطه اخيره ولو انا طولت يعني يمكن لسوء حظ السوريين انه في اللحظه اللي بلشت فيها المساله الاغاثيه ان تنحو باتجاه التنميه نعود خطوه للخلف اليوم بسبب الزلزال وهي بتخلينا نسال انه الا نخطئ مره اخرى في اعتماد سياسات اغاثه غير استراتيجيه لانه هذه الاستجابه الطارئه اذا بنفكر فيها 3 سنوات اخرى سيكون من الصعب ايجاد بنيه اقتصاديه متينه لانقاذ سوريا في المستقبل فهي واحده ايضا من المحاذير اللي بعتقد لازم نتداولها بيناتنا حتى نستطيع نوصل منها لاستنتاجات شرف مهند وبعدين جمعنا الله يجزيكم شكرا جزيلا مره ثانيه انا حقيقه اتمنى يعني اليوم ان نحن مجتمعين في افكار كثيره عم تطلع حول يعني المحاور اللي تم ذكرها في البدايه يعني ندون على الاقل المخرجات اللي عم يطلع عن البند كان نستطيع يعني نشتغل عليها ما ينترك الامر يعني بس قيد بس بس قيد يعني الحوار مهم بس ضروري انه نطلع اليوم بعد جلسه اليوم شو الشيء اللي بدنا نشتغل عليه نعم في نقطة هنا في الآخر ماذا بعد حط فيها كل النقاط أنا كتبت 3 نقط وعلى 4 نقط منهم 3 بتوعك فضل يا أخي جمان هلا التنسيق وعليكم السلام في حدا بيحكي تفضل طبعاً الإعلام هو شيء مهم والأمور إنه نجهز له بشكل استراتيجي هذا كمان أمر مهم والبحث بطرق استراتيجية للمرحلة القادمة هذا كتير أمر جيد ولكن نحن في الداخل بحاجة إلى استجابة طارئة ولكن ما سبيل الطعام أو الشراب ولكن هو المأوى يعني الناس اللي طلعت من تحت الأنقاض هاي بحاجة لمأوى بحاجة لإنارة بحاجة يعني مسكن بسيط ولو هو خيمة مثلا فهون حتى تنسيق الجهود تنسيق المعلومات هاي الأمور هاي بحاجة للقليل من الدعم القليل يعني مبالغ بسيطة ممكن تصرف على أشخاص حاليا عم يشتغلوا كمتطوعين لحتى يكون هذا العمل متضافر ويكون في عنا أعداد نظامية يكون عنا بحث مدقق هاي لحتى نحسن نشارك مع الخارج لحتى نظهر بمظهر بالفعل اللي احنا عارفين اشو عنا تمام؟ يعني بالأول انه نجهز قاعدة بيانات بعدين لحتى نحسن نتدخل بالطريقة الصحيحة لحتى نسق هاي الجهود لحتى ما كل المنظمات تكون مثلا في جنديرس وأهل جنديرس يكون نازحين إلى المناطق المجاورة لحتى نغطي الكل شكرا كأنه انقطع الصوت أستاذ سامر هلا سامر طيب أستاذ بشار بشار الحركة السلام عليكم حياكم الله جميعا الله يعطيكم العافية ويبارك بجهودكم طيب أنا بشار الحراكي منصة بيبول الآن أنا يعني أقدم اقتراح عملي سريع وهو بين يديكم إحنا قمنا بالاستفادة من تقنيات بيبول اللي صارنا بنشتغل عليها حوالي 3 سنوات ونصف اللي هي منصة للعمل التطوعي والعمل المجتمعي
وعملنا نسخة منصة الآن خاصة بموضوع الاستجابة. يعني استفدنا من كل البرمجيات اللي موجودة في بيبول في بيبول وعملنا هاي المنصة الخاصة. هاي عليها مسجلين طبعا بيبول عليها أكثر من 70,000 متطوع من 175 دولة الآن. وهي المنصة من لما أنشأناها بدأ الناس تسجل فيها وبدأت توصلنا أعداد كبيرة جدا من الرسائل والإيميلات ومن مختلف دول العالم صدقا من إفريقيا من آسيا من أوروبا. ماذا يمكن أن نفعل الآن؟ الجرح والألم والمصيبة والكارثة أكيد يعني العالم كله اهتز لها وتأثر فيها، وفي كثير ناس حول العالم حابة تساوي شيء لكن مش عارفة إيش تسوي. فأنا باعتقادي هذول ممكن نستفيد منهم بشكل كبير جدا في موضوع المناصرة، سواء كان ممكن نطلق مهام تطوعية، نطلب منهم الخروج على الإعلام، إصدار بيانات، مخاطب صحافة في دولهم، أنا بتكلم تشكيل مجموعات عمل وكذا، في كل واحد في دولته يشكلوا مجموعات ويقدموا خطاب اللي إحنا من من نطلبه منهم اللي هو فتح المعابر، مش عارف إيش القضايا اللي تفضلتوا فيها وذكرتوها. فإذا هاي من ناحية وهي بين يديكم. بالإضافة إلى ذلك المنصة بحد ذاتها بتفيد في إدارة العمل التطوعي، وأضفنا مزايا أخرى خاصة بموضوع الكارثة. يعني إجت الأفكار هي الجديدة والمزايا بناء على متطلبات كارثة اللي هي إمكانية طلب مساعدة، الإعلان عن مفقود، أشياء من هذا القبيل، بحيث أنه تساعد الناس بإيجاد حلول سريعة. أنا بحكي عن تطبيقات ومنصة واستخدام الجوال وإلى آخره بشكل سريع جدا للمساهمة في تخفيف الآثار والتلبية حسب الإمكانيات وإلى ما هنالك. أيضا موضوع مهم أيضا أنه بإمكاننا نضيف أي احتياج أي متطلب نشعر أنه هو فعلا هناك حاجة له لتلبية المتطلبات سواء الحالية المستعجلة أو البعيدة، لأنه كلنا متفقين على أنه الموضوع والآثار والعمل سيستمر أشهر وربما سنة وربما أكثر لتفادي نتائج الكارثة. وبالتالي أيضا إحنا كمان مستعدين لإضافة أي خدمة أي ميزة، عم نحكي تقنيا برمجيا، لحتى تساعد في هذا الموضوع، من أجل أيضا الكلام اللي تفضل فيه دكتور هاني، موضوع التنسيق، موضوع عدم وجود تكرار عمل معين في نفس المكان ومكان آخر ما في عليه شيء إلى آخره. احنا يعني جاهزين، المنصة موجودة الآن، موجودة أونلاين متاحة وهي بين أيديكم، وأي إضافات أو تعديل أو شيء تشعروا أنه هو ممكن يقدم خدمة احنا جاهزين. شكرا لكم. شكرا شكرا. أختي جمانة في حد ثاني من هناك ولا في الثاني؟ ها رزان. طيب تمام. هلا لما بدنا نحكي عن التنسيق بالدرجه الاولى بدنا نحكي عن الثقه. مع اي خطوه تنسيق نحن دائما نصطدم بقضيه انه الثقه ببعضنا البعض. بتلاقينا نجتمع على قرار وتجد البعض بيتصرف بشكل فردي. فاي محاوله التنسيق عم بتبوء احيانا بالفشل بسبب هي الجزئيه. كلياتنا مدركين لقضيه انه التنسيق قديش بيوفر موارد وقديش بيوفر تكاليف وقديش بيوفر وقت وجهد والى اخره، لكن حتى نقدر ننسق بدنا نوصل لقضيه الثقه ببعضنا البعض، ان تثق المؤسسات ببعضها البعض. وانا رايي يعني ما نوص يعني خلينا نقول ما ناخر الامر اذا ما استطعنا ان نصل للجميع. يعني مو شرط انه كل المؤسسات تنسق بعض، يعني ما بنقدر نقول والله احنا ما بنقدر نبلش حتى والله مثلا 50 منظمه هي المتواجده وقويه تنسق. يكفي انه نبلش بثلاث او اربع مؤسسات بعمليه التنسيق وننجح، وبالتالي ربما هذا يكون مثال جيد لان تنضم المؤسسات الاخرى. وفي مثال اللي صار بالامس لما دعت الامم المتحده الاجتماع بمرعش وصار في اجماع انه ما حدا من المؤسسات السورية انه تجتمع مع الامم المتحدة في مرعش، وشذ البعض عن هذا الامر. لكن نجحنا بالاخير انه كون عزفت معظم المؤسسات الكبيرة على الحضور، بالتالي دفعت مارتن والمسؤول اللي قادم من الامم المتحدة انه يلتقي فيهم بمعبر باب الهواء، وهذا جيد. اذا التنسيق بيساعد على المناصرة وبيساعد على الحصول مكاسب افضل
فممكن يكون من أهم مخرجات هذا اللقاء أنه يتم عقد اجتماع غايته الأساسية هي الدعوة لتنسيق حقيقي، لكن هالمرة التنسيق مش بس أنه اجتماع وانتهى، وإنما يفضل أنه يكون في ميثاق يعني يوقع عليه الجميع، يلتزم فيه البورد بالمؤسسات هاي بأنه قضية ما يتم الاتفاق عليه خلص شيء أساسي يمنع منعا باتا أي مؤسسة تتصرف بشكل فردي. إذا بدأنا ولو بخمس مؤسسات فبتوقع هذا حيكون مثال جيد لا تنضم لأن مؤسسات أخرى. شكرا لكم الله خير. رزان أستاذ رزان. السلام عليكم جميعا، أنا رزان هاشم، بشتغل بالبحث الأكاديمي بمجال العمل الإنساني في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة. أنا بدي أعلق بشكل أساسي على موضوع المناظرة كمان. أنا شايفة أنه أبدا ما في تضاد بين اللي حكى السيد خالد واللي حكته السيدة الموجودة معكم في موضوع المناظرة، وبتخيل أنه السيدة اللي معكم صراحة ما بعرف شو اسمك بعتذر حكت أنه في عندنا مجموعة مواضيع متعددة نحن بنحتاج فيها مناظرة، وأنا بتخيل أنه نحن تقصيرنا بالمناظرة بهدول المواضيع جزء منه أدى للمشكلة اللي نحن فيها اليوم، لأنه آخر شيء كان الواحد يتخيله أنه نحن نكون بحالة زلزال وحالة طوارئ، ومع هيك نلاقي في حالة عنصرية منتشرة سواء أونلاين أو حتى على الشارع. فأنا اللي بدي أقترحه هو التالي، أنه يتم إيجاد يعني فريق صغير مكون فعليا من منسق وخبير في موضوع المناظرة، تمام، يعددوا شو هي المواضيع اللي نحن بدنا فيها مناظرة، ويتم تقنين الجهود مشان فعليا نجيش الشباب اللي موجودين عندنا في موضوع المناظرة لكل المواضيع المختلفة. أنا بعرف في شباب كتير عندهم القدرة وعندهم حتى الرغبة بأنهم يقوموا بموضوع المناظرة، ولكن بيحتاجوا لحدا يقودهم بهذا الموضوع. فبتخيل لو صار في تعداد لموضوع المواضيع اللي بدنا فيها مناظرة، تشكيل فرق، استخدام يمكن جمعيات مثل جمعيات همة وغيرها اللي عندها فعليا يعني تعداد شباب كبير كتير، تقسيم فرق، تدريبهم على موضوع المناظرة. ما هو يعني أنا بتخيل الشباب السوريين وكل الشباب المناظرين للقضية السورية، بتخيل إنه المفروض يكونوا بموضوع المناظرة أشبه للذباب الإلكتروني، ليكون عندهم القدرة إنه هن فعليا أي موضوع موجود عندنا فيه لازمنا فيه مناظرة، يكون عندهم القدرة على أنه هن يكون عندهم القدرة أنهم يردوا وأنهم يوحدوا جهودهم بهذا الموضوع. غير هيك لاحظت بالاجتماع يعني انقسم الحكي لجهتين، ناس عم تحكي عن حلول بعيدة المدى وفي ناس عم تحكي عن هلأ نحن شو لازم نعمل، وأظن هذا الشيء يمكن يعني أنه نحتاج اجتماع يعني بهذا الموضوع، لأنه فعلياً تشتت الاجتماع، في أكثر من ناس كانت عم تحكي عن long term solutions شو لازم نعمل، وفي ناس عم تحكي نحن هلأ محتاجين شيء شو نعمل. فبالنسبة لموضوع المناصرة هذا كان اقتراحي وبس. شكراً جزيلاً. شكراً. في مداخلة مكتوبة بس أنا عندي. نحن كمنظمة إنسانية وبإمكاننا استقبال التبرعات من كل دول العالم ومتواجدين في ماليزيا، لا يوجد لدينا أي موضوع قوانين من الدول المؤثرة وتستطيع فرض إيقاف الأموال المتدفقة لشمال سوريا، خصوصا بإمكاننا تسخير المنصة لجمع الأموال من الشعوب قبل الحكومات، ونقوم بعمل لجنة لصرف التبرعات وتوثيق التبرعات للناس وصرف هذه الأموال على ما تراه اللجنة من مشاريع إغاثية وإعادة إعمار أو تعليم، مع توثيق مستمر يومي للحملات. الله يجزيكم الخير. حتى نهاية تعليق على التنسيق، نتكلم على التنسيق. السلام عليكم. أنا برأيي في موضوع التنسيق من الضروري تجزيء المشكلة، يعني الآن مثلا في تركيا التأثير الزلزال على المتضررين في منطقة يختلف عن الثانية، مثلا الآن في هاتاي ومرعش يفوق أضعاف مضاعفة عن مثلا أورفا، فطبعا هذا منفصل عن الشمال السوري. فأنا موضوع التنسيق يعني يفترض
الشبكات أو المنصات المعنية بالتنسيق على مستوى منظمات المجتمع المدني السوري، أنه يكون في تنسيق حتى مع الدولة التركية مثلا في تركيا الآن، حصر الأضرار حتى يكون التدخل بين المنظمات، يكون التدخل ما يكون في يعني تكرار. التنسيق مع الدولة في قاعدة بيانات، وحتى هذا التنسيق يكون حتى على مستوى المنظمات، منظمات المجتمع المدني العاملة في مكان مثلا في هاتاي، في مجموعة من منظمات المجتمع المدني وعدد الأسر مهما كان كبير لكن له نطاق ممكن أنه يحدد. ف يعني مثلا بتعرف الأخت جمانة في موضوع الأيتام، كنا سابقا صعوبة التدخل في موضوع الأيتام، تكلمنا في اتحاد رعاية الأيتام على موضوع إيجاد جمع لقاعدة البيانات بحيث يكون التدخل واضح من الجمعيات وما يكون في تكرار للكفالات أو غيرها. فأنا برأيي على مستوى سواء كان القريب، وربما يتعذر القريب بسبب صعوبة جمع البيانات في المرحلة الأولى، لكن على المستوى الفترة المقبلة التي ستظهر فيها الآثار يعني آثار الضرر الواضح على المتضررين من الزلازل، أن يكون في قاعدة بيانات بين الجمعيات على مستوى التدخل، ويستعان فيها حتى بالتنسيق مع الدولة التركية في قاعدة البيانات. وهذا يعني ينسحب على الداخل السوري فيما يتعلق بعمل المنظمات في المناطق المنكوبة. شكرا. أي حاجة تانية بالنسبة للتنسيق ولا ننتقل لنقطة أخرى؟ يعني أنا بس يعني أعوذ بالله مش كلمة، أنا إحنا بنتكلم في معنى الآية اللي إحنا ذكرناها في الأول، طائفة لا يتفقهوا في الدين، كل بينفر دلوقتي مش ينفر، يعني كل نفير مش ينفر، ينفر يعني يبعد مش كده برضه؟ يعني يخرج من المعركة. إنك عربي فصيح وأنا أعجمي فصيح. فأنا كلمنا عن التنسيق وكلمنا عن الإعلام وكلمنا عن النصرة، ودول أنا شخصيا أؤمن أنهم صلب العمل الإنساني وصلب العمل المجتمعي برمته، من غيرهم نستطيع أن نتقدم. هنتقل على النقطة اللي كانت عن أختنا رزان، دي بنتكم يا أخ ياسر، أنتوا علمتوها ها؟ مين أبوها؟ دكتور هاشم معروف. هاشم أنت؟ أخوها معروف من زيدار وأخوها الآخر كمان. أنت أبوها؟ انا ابوها، انا ابوها قبل ابوها. ربنا يكرمك ان شاء الله. الاغاثه، يمكن كانت رزان بتقول في حاجات انيه، ايوه في حاجات انيه، بس احنا لانها يعني كل الناس بيشتغلوا فيها، احنا قلنا نتكلم في الاول في الحاجات اللي الناس ما بتشتغلش فيها ومنشغل عنها. حاليا الاموال هتيجي بالاطنان عشان إغاثة وعشان في إعلام وعشان في كوارث وعشان إحنا بشر عاطفيين سواء كنا مسلمين أو غير مسلمين. بعد الكاميرا ما تمشي انسى سوريا، عندنا أوكرانيا هترجع تاني، عندنا أزمة اقتصادية في أوروبا خانقة، عندنا كل الحكومات الأوروبية قللت المساعدات الدولية. ليه؟ لأنها صرفتها على اللاجئين والنازحين الأوكرانيين، لأن يعتبر الأزمة الأوكرانية يعتبر خط أحمر بالنسبة للأمن القومي لأوروبا. ولا نعرف تكلفة هذه الحرب ها كام من الأسلحة والدمار إلى آخره. فلو غابت الكاميرا يا شباب اللي بتسمعونا، انسى أن حد هيبرع لك بملين. الكلام ده تعلمناه من أيام سنة 92 وأزمة البوسنة، وقبل كده في 2011 وأزمة الصومال في المجاعة بتاعت الصومال، وقبل كده في السونامي، وقبل كده في هايتي غابت الكاميرا انتهى، وحتى في سوريا كانت نمرة واحد دلوقتي غابت فرجعت تاني مرة أخرى، نمرة واحد هتغيب تاني، والإعلام بتسيسه في كثير من الأحيان الحكومات. أنا رأيي في الوقت ده أعوذ بالله مش نجيب، وده كان يمكن حلم عندي من زمان، إن ناخد جزء من الاستجابة السريعة الإنسانية لعمل التأهيل والتنموي، ما يبقاش كلها 100% على الأكل والشرب وكذا 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 وكذا.
إذا بنتكلم على اللي هو اللوبينج أو الادفوكسي، ليه إحنا بقالنا 12 سنة دلوقتي وبنصرف كل أموالنا وإحنا في كتير جدا من الشعب السوري ما كانش محتاج، دلوقتي إحنا محتاجين وهتيجي الأموال بكتير، لكن هل نستطيع في ظل الاستجابة السريعة دي نطلب منهم طلب نخصص مثل هذه الأشياء لإعادة بناء المجتمع السوري، المجتمع كأفراد يعني؟ وده بالنسبة للإغاثة. الإغاثة يعني قواعدها التلاتة اللي احنا قلناها قبل كده، التنسيق والمناصرة والإعلام. تفضل. في حد عايز؟ ما فيش. تفضل يا مهند. شكرا جزيلا مرة تانية. صحيح الكلام اللي ذكرته حضرت الدكتور هاني فيما يخص موضوع أموال الإغاثة. اليوم كنا عم نتناقش صباحا مع بعض الزملاء حول موضوع الأموال اللي عم تجي، اليوم صار في طفرة نوعا ما حتى في الداخل اللي عم نستجب له بسبب الاستجابة الطارئة. يعني إذا يعني حسب الإحصائيات امبارح عم بقرأ الفلاش أبيل تبع الأوتشا، تقريبا الأسر المتضررة وصلت ل 11,000، وحجم التمويل اللي عم فقط 11,000 المتضرر من الزلزال، فقط 11,000 11,000 أسرة. ده فين؟ بالشمال الغربي، فقط الشمال غرب سوريا. تمام. هل طبعا في ناس متضرره من قبل، ده انا بتكلم على الزلزال، على الزلزال 11,000 حسب الارقام، يعني ممكن يطلع ممكن ينزل. الشاهد بالحديث اليوم بسبب يعني وجود الإعلام وسبب وجود الكاميرا، واليوم في تبرعات كتير عم يتم، يعني عم تنشأ بسبب الحاجة الكبيرة. أنا بتصوري جيد إنه يعني المؤسسات كمان تفكر إنه تخلي جزء منيح من هذا التمويل إيش يروح بعد شهر أو شهرين بمسارب أخرى، وتكون يعني فائدتها أكبر، الإمباكت تبعيتها والأثر لهي الأموال أفضل. يعني امبارح عم بنحكى على بعض المجموعات انه بسبب نقص الخيام عم يصنعوا الخيام في الداخل السوري في شمال غرب، في بعض المعامل عم تشتغل يعني من خلال ورشات، كانت القيمه يمكن اذكروها 120 دولار من 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 اسبوعين، امبارح كان عم بنحكى يمكن 300 دولار، وحتبقى ممكن اكثر من كذا كمان لانه صار في طلب عالي كثير، وبنفس الوقت يعني ما في قله، ما فيش. اي اليوم تمويل رح يروح بهي الاستجابه العاجله، يعني حقيقه الامباكت تبعيته رح يكون ما بالشكل المطلوب اللي احنا نتمناه. لذلك مثل ما ذكرت حضرتك ناكد على موضوع المشاريع اللاحقه الاستراتيجيه. هلا اليوم يعني ما عم نحكي كمان نهمل حاجه الناس الملحه اليوم، وانما ما كلياتنا والله بدنا نشتغل بتوصيل سله غذائيه، ما كلياتنا بدنا نقدم يعني وجبه طعام. انا اليوم الفريق كان عم يخبرني الصباح انه في كثير من الاكل اللي توزع خلال الايام الماضيه مكب، وشافوه يعني مسدود هيك على الطرف ومع صرح للاكل. ليش؟ لانه صار في كثير طفره. فشكرا جزيلا. مع عدم وجود تنسيق. نعم. يعني دكتور هاني اللي عم نعمله لسه ما يزال عصب سني بالحياه. بتطلع معنا افكار ومقترحات وتوصيات، كل توصيه بتطلع عم يخطر في بالي الفور دبليوز تبعها، لانه اذا ما استطعنا نقعدها على اجرين لتقدر تمشي اعتقد رح نرجع نجتمع ونحكي نفس الكلام. لذلك انا بتصور اللي تقدم فيه افكار جيده بلا شك، لازم نعمل عليها شغل. نعم. ونفكر تماما من وماذا ومتى وكيف هاي الافكار ممكن تتحول، بمعنى منو بدي يشيل هذه المهمة المسؤولية، لأنه عم ننتج كتير أفكار جيدة أحيانا ولكن في زحمة الطوارئ مش عم نقدر نحولها إلى أفعال. رقم اثنين وحكيتها قبل شوي، يعني لسوء حظنا أنه في لحظة التحرك باتجاه يعني استجابة تنموية رجعنا للخلف خطوتين اليوم مجبرين، لأنه عنا وضع طارئ كارثي. بس هذا ما بيمنع أبدا أنه نكون عم نلاحظ بدقة هذه التدخلات أن تكون تخدم العملية التنموية، ما تصفي استجابة طارئة من أجل أنه نصرف مصاري على سلة غذائية نضل رابطين العالم بعملية الإغاثة.
يعني لازم يكون عندنا صوت عالي بهذا الاتجاه، ويمكن التنسيق هو أحد اللي بخلينا نحل هذه الأزمة المتعلقة بإبقاء السوريين دائما تحت فرط الحاجة، وهذا كتير صعب للعين. أشكرك. شكرا. بالنسبة للإغاثة، هل حد عايز يدينا صورة كاملة عن احتياجات؟ احنا ما كلمتش في الأول على الاحتياجات اللي محتاجينها، على الاحتياجات وبناء عليه في استراتيجيات نتكلم عنها. نتكلم على الإغاثة كتير جدا، وانت في حد عايز يتكلم؟ تفضلوا عزوم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. طيب، هو يعني برجع انا ما بتكرر كلامي الاول وبقتطف مما حكى اخر شيء زميلنا الاستاذ علاء، وربما بدا في الدكتور يعني يبدا يحقق احتياجات. القصه معروفه، سواء على المستوى الاستجابة العاجلة الآن، وما هي الأدوات اللي ممكن نستخدمها في هذه الاستجابة في الفترة الحالية، والمناصرة إحدى وسائلها، والإعلام على رأسها، وتقديم المساعدات على رأسها. فبتقديري يعني أنا تمنيت، ما أعرف، ربما أنا كما فهمت أن المنتدى الإنساني العالمي اللي أسسه الدكتور هاني وبعض الزملاء، ووجود منتدى منظمات المجتمع المدني ورابطة الشبكات وكل هذه النقاط، يريد أنه يعني ينعمل رسالة تخرج عن هذا اللقاء فيها نقاط عملية، أنه في اجتماع تم كذا وكذا، نحن ندعوكم للمشاركة للاستجابة للنقاط التالية على مستوى الآني 1-2-3، على مستوى ما بعد إنهاء عمليات الإنقاذ كذا، وعند التعافي كذا. بتقديري يعني هذا شيء عملي واضح المعالم، تمام؟ يعني على منص، يعني أنا من خلال ما رأيته خلال الأسبوع هذا، كثير من الروح العالية للاستجابة المساعدة في يمكن مش أقل من 150 دولة. فهذه إذا أخذنا نقاط واضحة المعالم، والدكتور يعني بحب خبرته يحطها مع الإخوة بحيث إنه نتبعها مباشرة، إنه هذه الفرقة، فرقة إعلام، فرقة جمع أموال، فرقة تنفيذ أموال، إلى آخره من الأمور. شكرا. شكرا. حد عايز يتكلم عن الإغاثة؟ شكرا دكتور وليد. طبعا نتكلم عن الإغاثة وأهمية أموال الإغاثة وأهمية إعادة تصنيف كيف تصرف أموال الإغاثة الآن وبعد الآن. الآن وبعد الآن. يعني أنا بس بهذا الموضوع لنقول إنه دائما حتى لا تلام يعني الإغاثة، أو دائما نحن صح منقول إنه بدنا ننتقل للتنمية أو يكون في أمور ما كلها تنصب بالإغاثة، بس الحقيقة ببدايات أي كارثة لولا الجهود الإغاثة كانت الناس حالتها بالويل. يعني نحن الكلام، الاستمرار في النهج الإغاثي هو اللي منعلق عليه، أما الإغاثة بحد ذاتها اليوم ما بصير نقول. يعني أنا طبعا يعني ليس دفاع بس لتوضيح الصورة، اليوم في ناس طالعة من الأنقاض صار 24 ساعة ما أكلت، لولا الوجبة اللي إجت عطتها ما سندت حالة. كوادر الدفاع المدني اللي مشغولين بدهم حدا يناولهم أنينة المي، لولا ما في ناس إجت جابت أنينة المي وجهود، هاي ما العمل. أسرة قاعدة طالعة بتيابة، طالعة مثل ما قال ما لبست برجليها. طب هدول الأولاد ما بدهم حدا يرمي عليهم بطانية، ما بدهم اليوم تأويلهم شادر. طيب إذا الكل ما اشتغل هذا الشغل، هذا الأمر راح يكون مأساة. لذلك نحن عم نقول إنه تدرج الأزمة مع المساعدات، هناك كيرف يعني معروف اللي عم يشتغل. في اللحظات الأولى كان جهود الإنقاذ وإخراج الناس هو أول، لأنه ما في بعد الحياة، مثل اللي بيكون جريح وعم ينزف. نعم. أول شيء بدك تقطع الدم، بعدها بتبلش تعالج الجرح، بعدها بتشوف إذا في عنده كسر بترممه، بعدها بتدخل بعلاجه النفسي والأدوية وبعطيه دواء مشان ما يلتهب.
انتم الاطباء بتعرفوا عندكم حتى اجراء يعني رقم من كل ساعه على ساعه او الاجراءات كلها بتشوف اللي بتوقف نفسه بكون جريح، بس اول شيء بيتركوا الجرح بينزف بيشتغلوا له بفتح النفس. لذلك نحن اليوم بالطوارئ بنشتغل نفس العمل، بس الفكره انه ما تستمر لفتره طويله ويكون في هذا التنسيق. اليوم انت مين هلا انا اجاني جدول لتقريبا 20-30 مركز ايواء موجود، العالم قاعد هيك بس لا عندهم مي، ما عندهم تخديم حمامات، ما عندهم شيء. هذول النجو واليوم قعدوا بمجموعه من الخيار، لذلك اليوم التنسيق. طب نحن هدول بدهم عنايه طبيه، ابو السامي واللي بيشتغلوا بالمواد الطبيه قال لك المنظومة الطبية اللي عندنا كان فيها مواد طبية بتستقبل باليوم 20 حالة، طب اجتنا 200 حالة، استنفدنا المواد الطبية، بدنا حدا يجيب. نحن كمؤسسة ما يعني قدراتنا أصبحت محدودة في الكوادر، محدودة في المواد، بدنا مؤسسة تانية تجي تقول لهم يا مشفى فلاني يا كذا، ترى هاي مواد جبائر، هاي شاش، هاي أدوية. هلأ اليوم الاحتياجات الناس بدت تصحى ما بعد الكارثة، يعني نحن باليوم السادس، جهود الإنقاذ والحالة الآنية اللي كنا عم نحكي عنها مثل قبل شوي بدت تخف. اليوم رحنا للناجين، الناجين إذا كنا عم نحكي عن 6-7 آلاف عائلة، هدول سكنوا يعني خلال 8 سنين الماضية. أنا حياتاً عندي شغلة إنه كنا نحكي إنه كل ما نجي نوصل لمرحلة نقول خلص يعني ارتقينا، هلأ بدنا نشتغل مشاريع مو طارئة، كان تجينا حرب وعملية نزوح تعملها. من شهر بجوز كنا عم نخطط نحن لمؤتمر كنا نعمله بشهر 10 بجوز كلمتك دكتور هاني، انه اليوم واضح انه الامور استقرت، واحنا كمان بنخطط المؤتمر ثاني. ايوه انه الامور واضح انه استقرت، ما عاد في اعمال يعني عسكريه، ما عاد في موجات نزوح، خرج نفكر للسنوات القادمه ونبدا ندعم مشاريع التنميه، الانتاج الزراعي، ما بعرف ايش. سبحان الله إذا الزلزال رجعنا لنقطة الصفر، إنه عم نفكر اليوم نبني مخيم، نرد نعمل وحدات. بس الفرق هلأ عندنا خبرة، إنه صار لازم عندنا خبرة، ما نخطأ، ما نرد نغلط نفس الأخطاء، ما نرد نعمل مخيم بمكان سيل مشان يغرق السنة الجاية بالشتاء، ما نرد نعمل شيء ما أنه مخدم ونزت الناس كيف ما كان ونقول والله ما كان. هلأ لا، صار في تخطيط، صار في تنسيق، صار أنا بشتغل بالطبي بتدخل بالطبي، أنت بتشتغل بالإيواء بتشتغل بالإيواء، التانيين بيشتغلوا بالوش، خلونا ننسق الخدمات ما بيناتنا. اليوم في حاجة كبيرة راح تكون للإغاثة، على الأقل يعني اليوم لو عم نفكر بأي بناء أو وحدات سكنية للناس نرجع نعمر لهم بدها سنة. طب من هون للسنة بينتركوا بالشارع؟ لا، بدهم خدمات إلى علاقة بالصرف الصحي، تزويد بالمياه، إلى علاقة بالأمن الغذائي وتوفير يعني حد أدنى من الغذاء والمأوى. هلأ بقى خيارات المأوى اليوم المتاحة حسب اللي موجود وكيف ممكن نشتغل عليه، هذا كله بده يدرس حقيقة. هلأ هذا يعني جهدنا خلال أشهر، أعتقد الطارئة 3 شهور الآن يعني راح تنصب على تأمين وتسهيل حياة كريمة ومأوى قادر للبقاء، حتى نعود نفكر مو بس بال6000 عيلة اللي هلأ خربت بيوتهم وال100000 عيلة اللي أصلا كانت موجودة بالخيام، لأنه هلأ يعني نحن كنا عم نخفف منهم، إن الحمد لله قدرنا نطالع 10000 السنة هاي حسب الإحصاء، تم يعني تأمين منازل أو بناء مشاريع ل10000 أسرة بالشمال السوري، لمنازل صغيرة، غرفتين، مطبخ، حمام، لحياة كريمة يعني. فإن الحمد لله خففنا العدد ل10، رد زاد 6، ويعني يبدو أنه يعني رب العالمين عم يمتحننا في ديننا في هذا الأمر، أنه نستمر بالعمل، ما نوقف وما نياس، يعني هذا صحيح. المطلوب بدنا نظل نستمر بالعمل. هاي يعني تعليقي على موضوع الإغاثة. طيب. في نقطة، وبعدنا عشان بقى كده نحوصل الكلام، الاقتراحات بتاعتكم اللي انتوا اتكلمتوا فيها، انا كده 6 أو 7 اقتراحات عملية عشان نختم بيها.
لازم نفكر يا شباب في ماذا بعد الزلزال او توابع الزلزال. كتير جدا زي ما اخونا خالد وكلنا بنتكلم في الاغاثه بننهمك في مسار الاغاثه، لكن توابع الزلزال اللي احنا عايشين فيها وخاصه في الداخل السوري اللي احنا مش عارفين كم ضحيه، اللي احنا مش عارفين الامكانيات اللي موجوده عندنا تساوي هذه الاعداد الكبرى. يعني انا اشك في 6000 اسره، كام على 30000 يعني مش كده 6000 اسره تقريبا 11000 اسره، 11000 اسره بس كمان قليل يعني 11000 ما نرجع نقول من اين اتت المعلومه. اذا كان الناس اللي على الارض ما عندهمش امكانيات بحثيه وعندهمش دراسات وما عندهمش السعه للحركه السريعه لاكتشاف الاعداد دي كلها، قد يكون الرقم صح وقد يكون غير، والله اعلم. بس احنا ايه هي توابع الزلزال اللي احنا ممكن نقول للناس ده هيحصل؟ التوابع اللي ممكن تحصل دلوقتي او تحصل بعد شهر او شهرين واحنا غافلين عنها، واحنا بعد الكام شهر دول يا خالد لما نصرف كل الاموال في الاغاثه هنتعامل مع توابع الزلزال ازاي؟ توابع الزلزال كشيء اني، توابع الزلزال كشيء اني. مش هتقول لي مثلا لا انا عايز ابني البيوت، احنا عارفين انك هنبني بيوت وهنبني طرق وهنبني مستشفيات وعيادات، لكن توابع الزلزال الانيه اللي هي عاجله بخلاف الاغاثه اللي بنتكلم عنها، يعني في حاجات عم نعملهاش ما بنعملهاش خالص. يعني زي ما خالد قال الناس خارجه يعني عريانه او بملابس الداخليه او بملابس النوم، لكن في توابع اخرى. اتفضل. وبعد كده هنحاصر كل الكلام ده ان شاء الله. اكيد استاذ خالد، يعني الكلام اللي عم تطرحه مهم كثير. يعني اليوم الناس اللي عم تطلع وهربانه بروحها فقط يعني تحتاج الى اغاثه، بس القصد انه ما يتم تخصيص كل هاي الاموال لبس يعني يعني عمليه الاغاثه ويصير في طفره عنا، وبالاخير يصير في عنا يعني اليوم مثل ما ذكرت انه الفريق عم بيقول لي انه الاكل عم ينكب. هذا حرام يعني، نحن بالنهايه ما انت عم نفسي يعني نمشي على نفس المنهجيه. النقطه الثانيه موضوع الاستجابه ما بعد الزلزال. اليوم في احتياجات اساسيه من بدنا اياها، مثل فرضا ازاله الانقاض والبحث عن الجثث هذه يعني دي انيه دلوقتي. نعم يعني هذا امر كمان ما تستطيع اخره. بس تعال اليوم اطرح فكره انه نحن بدنا نشتري معدات ازاله انقاض، ما بتلاقي في دفع بهالموضوع هذا من قبل الداعمين، لانه بده هو يشوف انه والله انا قدمت سله وشفت الولد عم بياكل، ويعني هي عمليه يعني شو يسموها وبس، يعني عملية النشوة انه مدتها 5 دقائق وبسط وشعر انه ضميره مرتاح. الوقت يعني كمان احنا كمؤسسات نحتاج الى توجيه الداعمين بهذا الجانب. اليوم صحيح في احتياجات عليها في عاجلة نستطيع الاستجابة، بس كمان ما نصرف كل الاموال نحن على هذا الامر. اليوم في 5000 مبنى حسب الاحصائيات، انا ممكن يكون اكثر اقل مبارك يعني متضررين بشكل جزئي، يحتاج هدول بدهم إعادة تأهيل. في 2000 مبنى انهاروا بشكل كامل، عم بحكي على شمال غرب سوريا. هدول يعني يحتاجوا إلى إعادة يعني بناء، لأنه بدك ترجع الناس يسكن فيها. هذا كله أموال تحتاج إلى 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 يعني إنه يكون في مين عم بيطلع عليها ومين يعني يستطيع يقدمها، عشان نحن نتحول من حالة بس الاستجابة العاجلة لا شيء اكثر سستينبل، ونمشي باتجاه عمليه يعني اعاده الاعمار او الاير ريكفري. تفضل. الاولويات حقيقه بنقدر نرصدها من الفرق تبعنا اللي عم تتابع على الارض، وايضا من خلال الاعلام وخلال خلينا نقول الصفحات الداخليه والمجموعات الداخليه اللي عم تتبادل كثير من المعلومات. في عندنا مشكله المفقودين، كثير من الناس ما عم تعرف وين أقربائها وين أحبائها. في عنا كثير أطفال خرجوا من بين الأنقاض لحالهم، وفي أسر تفرقت عن بعض البعض. فالآن في أسر بأكملها يعني قلقها الشديد الآن وحاجتها الشديدة هي تعرف مصير المفقودين، تعرف الوحدة أولادها وين. أنا جلست مع مجموعة همها الشاغل ما بدها أكل، ما بدها شرب، ما بدها إيواء، بدها تعرف ابنها وين صار، أو بدها تعرف بنتها وين صارت.
فهي حاجة ملحة الآن اللي هي قضية ما بعرف هل هو نحن نعمل غرفة خاصة بالمفقودين، هل نعمل جروب خاص بهذا الأمر بحيث ننسق وين مصير هذول المفقودين. ومن بيناتها هي قضية التعرف على الجثث. أنا بعرف أنه كثير من الجثث اللي دخلت من تركيا إلى سوريا دخلت لسبب رئيسي، أنه ما حدا إجا على المشفى المشافي وتعرف عليها، فبالتالي هي شو بدها تعمل بقلب المشافي لما بيكون لما تكون العائلة كلها راحت. نهائيا الجثث اللي دخلت سوريا اصلا ما يعرفوا انه تركيا ولا سوريا، اجوا اهالوه قالوا هذا طالبين بدنا ندخل ندفنه بسوريا. نعم. ما في جثه دخلت الا مرافقين اهاليه دخلوه دفنوه بسوريا، هذا الكلام مو صحيح. طيب هي انا بس للتنوين انا بعرف ومتابع يعني تماما، الناس اخذت عوائلها اللي مثل السوريين قالوا عمي بدنا ندفنه بسوريا، وفي عالم كثير ماتوا هون ودخلوه قالوا للاتراك تفضلوا فتحوا. اي انا ماني عم احكي عن الاليه خالد، انا هون القصد انا عم اقول جزء مستشفى والله هي جثث ما عرفت لمين راح هو لسوريا، ما صار هذا الحكي يعني قصدي هي الكلام من وين اجى. تمام، ما مصير الجثث اللي ما تعرف عليها حدا، حدا بيعرف بس هي المعلومه. تمام اذا طلقه بدهم ياخذوها بس معناتها الهجوم كان يكونوا اتراك يكونوا افغان يكونوا سوريين ما معروف من وين. تمام العوائل عم بيقولوا هيك في شيء دفن هون كثير يعني في شيء بده يدفن هون ونحط، وفي شيء دخل لسوريا بس اللي دخلوا انا قصدي سوريا على المعبر يعني على المعبر هني كلها مصاحبة أهالية، أهالية بدهم يدخل يدفنوها بسوريا ما بدهم يدفنوها بتركيا، وهي يعني انا بعرف ناس من قبل اخذنا لهم اذن كنا وندخلهم يدفنوا بسوريا ما بدهم يدفنوا يعني خصوصا اللي بموت على الهيئة بقول لك انا بده يرجع يدفنوا منيح. تمام تمام اخي ابو رشيد، اذا الان في عندنا جثث موجوده بالمشافي ما حدا تعرف عليها، فهل هي مهمه لنا؟ هل هي عندنا شيء طار؟ هل هي شيء عاجل؟ انا هذا اللي اصدق فيه بغض النظر وين وين اليه الدفن بدها تصير لاحقا، بس في جثث الان ما حدا تعرف عليها لانه العائله كلها راحت والوصول لها وما بيعرف الفقره لساتهم موجودين تحت بالضبط. ايه بس عم ياخذوا الرايه ما في برادات ما في شيء يفتحوا عند تمام على مشكله تمام انا بضل في عندك ناس لاحقا عم تسال ما وصلت لهي الاشخاص على الاقل تعرف انها دفنت يعني على الاقل اذا انا متاكده اذا كان في دفن بس اكيد في تصوير لهي الجثه اكيد تم التصوير تصوير هي الجثه بالتالي لاحقا هي الاسر اللي بالضبط اوكي انا هل في يعني الان المعلومات انا عم اخذها منكم الان في كثير الناس الان عم تسال انا كيف بدي اوصل لاحبائي كيف بدي اوصل لاتعرف على ناس انا ما بعرف شو مصيرها الى الان. طيب. هي واحده من النقاط عم اقول الهامه. ايضا قضيه الاطفال عم تجي اشاعات كثير انه عم تجي ناس على المشافي وعم تدعي انه هدول الاطفال لها. طبعا كيف وصلت لهي الاطفال؟ من خلال ايضا انتشار صور الاطفال عبر الميديا انه نحن في عنا طفل طفله موجوده بالمشفى الفلاني، هالطفله بتقول انه اسمها فلانه واذ لاحقا وصلنا لا ادري صحه هي المعلومات انه عم تجي اشخاص عم يجي اشخاص على المشفى وعم يدعوا انه هي الطفله لانهم بياخذوها. فهل هذا صحيح ولا لا؟ انا عم اقول لك ماذا يتم التداول، بالتالي انا بس اسمح لي انا لو كنت ام واثناء وقصن الزلزال وبنتي الان انا ما بعرف وينها، تخيل انت الام لما بتسمع هي القصص شو تاثيره عليها الان. انا فلذلك انا هون مش عم احكي صح وخطا، انا عم اقول نحن شو دورنا اتجاه هدول المفقودين شو بدنا نعمل. تمام انا مش عم كذب او عم ان في سواء الكلام له علاقه بالجثث او علاقه بخطف الاطفال، فارجو فهمي عندما عم بطرح امر انا ما قصدت فيه اني يعني ادعي على احد وانما اقول نحن شو دورنا بالتعامل مع هي الحالات. قضية الهلع والخوف الآن عم تتعاني منه النساء والأطفال، تمام؟ هذه قضية أساسية بقضية الدعم النفسي الآن، فأصيرت كثير من القضايا، هل الآن هو دور الدعم النفسي الآن بهذه المرحلة؟ هل له دور أم أنه دور الآن ما يعني ليس هناك أي دور للدعم النفسي بهي بهاللحظات هي بهال كثير من الناس الآن ما عم تتجرأ، أطفال مش عم تتجرأ تنام. ما عندها صارت ربطة الزلزال بالليل، بالتالي ما عم تتجرأ تنام، فهل نحن بحاجة الآن انه لهدول الاطفال يتم في دعم نفسي لهم مباشر انا اسعافي طارئ العاملين مع الـ 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 الاسر هدول يعني عمالنا كوادرنا سواء كانت الميدانيه او هن بالمكاتب الرئيسيه برايي انه فعلا انه يخصص لهم دعم
يخصص لهم، كلام كنت كان صحيح. كيف أنا بدي أطلب من موظف عندي هو أصلاً الآن نازح أو هو الآن وضعه مشوش، وضعه غير سوي، إني اللي أقعد وتابع قضايا آخرين؟ فأنا برأيي الآن من الأمور العاجلة هي تسوية أوضاع الكوادر المؤهلة، الكوادر المدربة، بدال أنا ما أستعين الآن بمتطوعين بدي قديش وقت لحتى يستوعبوا معي العمليات. لا، أنا بعزز الإمكانيات الكوادر الموجودة عندي وبعتمد عليها بتصويب الأوضاع الموجودة حاليا. أنا شكرا أخت جمان. عايزين بس نختم النقاش عشان نحاول الخمس أو ست اقتراحات اللي انتو اتكلمتوا فيها. هل في أي تعليق من زوم؟ هلا في حدا فاتح زوم بس مو رافع ايده؟ محمد، استاذ محمد حضرتك فاتح المايك، في عندك مداخله؟ ممكن لو سمحتي. ايه تفضل. الله يجزيك فضلك. يعني حقيقه اللي تفضلت فيه الاخت المؤمن يعني مؤسسه اتحاد رعايه الايتام ممكن يدخل موضوع الاطفال فيه، وموضوع الايتام ويمكن يزيد عدد الايتام في هذا المال. يعني تجربه اتحاد رعايه الايتام من بدايتها من 2015 2016 بحد ذاتها تجربه ناجحه لتنسيق العمل. يعني انه المؤسسين للاتحاد واعضاء الاتحاد وكثره الايتام الموجوده وبدوا في المنطقه مثلا السوريه بتركيز ولاحقا ربما يكون دول اخرى، هذا بحد ذاته تجربه ناجحه. وكان منبر الجمعيات ومنتدى اتحاد الجمعيات تجربة ناجحة. الهادي اللي أقوله الآن كنقاط عملية، يعني جيد النقاش كله، مثلاً طرح قصة المقودين والأطفال وهي ليست كبيرة، ونأخذ بعين الاعتبار إنه 5 مليون أو الموجودين في الشمال السوري اللي كانوا في الخيم ربما ما تضرروا مباشرة من الديار الأرضية، بس لأن العدد محصور، يعني عدد الشهداء محصور، عدد الجرحى محصور، لكن الآن والوضع نوعا نسبيا بالنسبة للناس في الخيام مستقر كأيواء، لكن تضرروا كاستجابة طارئة. أقصد أنا يعني أؤكد على الاقتراح ولكم أن تأخذوا فيه أنه تخرجوا من هذا اللقاء المبادرة دكتور هاني من خبرته مع وجود منصة تمويل عالمية تشكل لجنة أو فريق لهذه الأموال السريعة توجه كل الضخ المالي إلى هذه المنصة. اثنين، يختص فريق في تنفيذ الأنشطة وفي التنسيق كما قالت إحدى الإخوان في المعبر، يكون في هناك تنسيق والتزام. أنا أرجو أن يكون في لقاءات أخرى دعوة الدفاع المدني. الدفاع المدني لديه إحصائيات من ناحية الاستجابة للإنقاذ واستجابة لعدد الشهداء وعدد الإصابات، وبالتالي أيضا الدفاع المدني يكون جزء من المناصرة للتزويد بمعدات كبيرة. ايضا لا اعرف هل يعود هذا لنا كمنظمات مجتمع مدني خاصه الاخوه السوريين موقفكم من الحكومه الموجوده المؤقته او المجالس المحليه ووحده تنسيق الدعم. احنا اذا بدنا نقول كتنسيق معناته كتنسيق كل الاجسام اللي داخله في العمل الانساني سواء هي صفه حكوميه او غير حكوميه. اعتقد انه ناخذ مباشره المقترحات للذهاب بها، ويعني انه معروف انه دائما اي مبادره او اي حمله يقودها الناس يعني الاساسيين بها ويجمع الناس اللي هم يقووا هذه الحمله وحتى يكون هناك قوه حامله لنصل الى هدف هذه الحمله. فهي حقيقه ما قال الاخ خالد، يعني تذكرني لما قال الاخ علاء لما راح عند السويسريه زلزال، يعني الناس شو بدها؟ بدها تنقذها وتطعميها وتدفيها وتنويها لبين ما نشوف في معنيها. فيعني اعتقد النقاط هاي اذا اخذناها بعين الاعتبار موجود هاي في داني منصه بيكون، يعني عندنا في عوامل قوة كبيره جدا، ناس تجيب متطوعين، ناس تجمع اموال، ناس تكون كما قالت الاخت المؤمن مخططه تتبرع لهذا الموضوع من الخبراء. اخوه عطاء علاقتهم بالهلال الاحمر، علاقتهم بافاد. فيعني انا بسمي اسماء جمعيات، مثلا اخونا مهند مثلا مع الدكتور علاقتهم في بريطانيا وفي اوروبا، بتقديري هاي تاتي بشيء كبير جدا لنذهب مباشره الى 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 وضع اكشن بوينتس للتنفيذ ودعوه من ترونه مناسب. شكرا. على فكره معنا الدكتور ايمان رئيس المنصه الانساني العالمي موجود.
عايز يعمل مداخلة؟ بده يعمل مداخلة؟ هو عم بينوه انه موجود بس. اه تمام. دكتور عماد حياكم الله. لا تفضلوا انا مستمع. تمام اهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا. حياك الله. اخر تعال ها في حد؟ لا اقول بس ثواني ريس الله. اه. وانا عندي قصه صغيره كمان. بخصوص الأطفال وخط الأطفال تركيا شديدة الحذر جدا في هذا الموضوع. إحنا واجهتنا حالة في أضنة رفضوا إنه يرجون الطفل إلا يجي أحد من القرابة الأولى درجة أولى يعني ويعني عليهم رقابة شديدة من الشرطة الشرطة نفسها يعني مراقبة الموضوع. وهذا بيخلينا نروح على النقطة الثانية إنه الوجع يا جماعة في سوريا مش في تركيا. يعني في تركيا في دولة وفي أفاد وفي مؤسسات وفي حكومة والحمد لله والأمور يعني ألف خير تعليم مستقرة في ناس عينات دي ان اي وفي ناس فرق بتصور يعني واقفين العمل. اما بسوريا كل في هذا ما يعني خطف الاطفال بسوريا الموظفين المتضررين بسوريا يعني اليوم كل مؤسسات نقلت موظفينا من عنتا لمرسين لمدينه ثانيه مجاوره وبخيرهم الشباب الحمد لله تعالى. لكن بسوريا يعني وضعهم اصعب جدا جدا جدا. فانا نقطتي انه خلينا نركز على سوريا. تركيا يعني ممكن يساهم. احد الاخوه ذكر انه لازم نعمل مشاريع في تركيا. انا مع هذا الاقتراح لكن اليوم الضرر الاكبر في اللحظه الحاليه على سوريا. فاذا بنركز على سوريا اظن انه هذا افضل. ثم جزاك الله خير ام ايمن وبعدين نحوصل بقى. لازم نحوصل مش معقوله مش هنحوصل. هون بس بدي احكي مع اخونا بشار بخصوص المتطوعين. هو يعني موجود معنا بشار. نعم بشار الحراكي. الحقيقة في كانت تعاطف شديد مع الزلزال هون بتركيا على مستوى المتطوعين العرب اللي اندفعوا باتجاه الولايات الجنوبية كأفراد وكمجموعات. جزء منهم نسق مع الأفراد وجزء كان بشكل فردي اتصرف يعني جمعوا بعض كمجموعات وأخذوا سيارات وإغاثة وتوجهوا بالطريق. الحقيقة البعض استطاع يعني اشتغل شغل كتير منيح. لكن أنا بس بدي نوه لقضية أنه البعض تهاجم من قبل عصابات الطريق وتم الاعتداء عليهم بشدة وأخذ كثير من المواد الموجودة معهم حتى أخذ أغراضهم الشخصية كالموبايلات والفلوس وهيك. فقضية بس هنا التنويه أنه قضية التطوع الآن قضية خطرة إن لم تكن مصاحبة للمؤسسات ويكون مرافقين لأنهم أشخاص يعني خليني أقول محميين بشكل جيد. وإلا نحن بنكون عمالي نسأل عن قريبائنا وبالتالي الفرقة المتطوعة نفسها بتصير هي خوف عليها ورعب ومتابعة وإلى آخره. وهي طبعا من تجربة شخصية ضمن الأسرة عندنا نحن تعرضوا لهذا الأمر. لهيك يعني حابة نوه لقضية التطوع الغير المدروس بإنطاكيا. الغير المدروس حيسبب مشكلة حقيقية فعلا. يعني نتصل معاه بإنه نحن المكان اللي كان متوعين على الطرف نعم بالضبط هيك اللي عم يصير يا بشار. بس عم بقول لك كيف عم بتصير القصه انه عم تجي نداءات استغاثه بتقول انه نحن بحاجه للمساعده. لكن لما بتوصل المجموعه لهي الاسره بتطلع وهي فخ تماما هي كمين. المايك عندك بشار. هي سمر اخر تعليق عشان نحوصل يا اخواننا في وقت. لحظه شوي استاذ. لحظه بس. تفضل الان. الشيء اللي تفضلت فيه الأستاذ جمانة يعني حقيقة مهم جدا. يعني مش بس من هالناحية. هاي ناحية مهمة. في ناحية أخرى الفرق التطوعية داخل سوريا أيضا من بين القضايا اللي صارت أنه في بعض المناطق أهالي معينين أرسلوا رسائل واتساب. طبعا الآن الناس عم تستخدم الواتساب يعني للأسف لإدارة العمل. فأنه والله إحنا كذا في جنبنا سد بده يطوف وفيضان مش عارف إيش. فلما راحوا بطريقة يعني الفرق راحوا لهناك على ملأ وشهم مثل ما بيقولوا يعني فوجدوا انه مفشي وانه هذول الاهالي مش فخ لكن هذول الاهالي بدهم ربطة خبز او بدهم كذا. وبالتالي يعني قال لك شو بدنا نجيبهم بطريقة انه يكونوا مستنفرين. فلازم يكون يعني نحاول انه نستفزهم او انه نحاول نستعطفهم او الى اخره. فالموضوع بالتأكيد لازم يكون في تنسيق سواء مع مؤسسات. بالنسبة لتركيا قولا واحدا التحرك بدون تنسيق مع مؤسسات تركية فيه خطر بعدة اتجاهات مش بس هذا. هذا أحد الاتجاهات. فلذلك الآن احنا كل المتطوعين والفرق اللي موجودين فيه بالنسبة لتركيا اللي حابين انه يشاركوا دائما عم بيكون في ربط مع مؤسسات تركية رئيسية هي عم تتحرك وهي عم تشتغل وهي عم توجه انه هذا يطلع حتى ما يصير كمان يعني يروحوا ناس ويروحوا متطوعين
على مناطق ما في حاجة لهم أو هي متخمة بالمتطوعين ويصير في نقص في أماكن أخرى. لذلك هاي القضية التنسيق مهمة جدا، وبالفعل هذا اللي عم يصير. شكرا كثير. في شكرا يا أخو. في كأنه أستاذ حسن عنده مداخلة. حسن مين حسن؟ ما كاتب الاسم مكتوب. السلام عليكم. حسن السبع من إسبانيا، متابع للشأن السوري. أعتقد الكل حكى تم التشعب بالحكي والمواضيع، يعني رحنا للأطفال ورحنا لهون ولهون. إذا أنا بس بتسمحوا لي هيك نرجع شوي صغيري على الواقع اللي نحن فيه. نحن أول شيء ويمكن لخصنا الدكتور هاني حط كم نقطة، الصدمة وأخذناها، يعني فتنا مرحلة الصدمة اللي هي بلشت من يوم الأحد. هاي اليوم الأحد قطعنا الأسبوع، خلصنا الصدمة. إغاثة عاجلة، بلشت الإغاثة العاجلة، وفي فرق على الأرض من تاني يوم، ومنظمات عاملة بشمال غرب بلشت شغل. طيب شو المطلوب؟ يعني أن نفوت. نحن عنا مرحلتين بعد، عنا التعافي المبكر وعنا إعادة الاستقرار. عادة التعافي المبكر أو التعافي بتاخذ يعني من وقت الزلزال أو من وقت الصدمة، وبتمتد من 6 شهور ل 12 شهر. هاي الفرصة الآن اللي هي مش موجودة. الدكتور هاني حكى قال لي فلوس رح تيجي مثل الرز. الآن الفرصة، الفلوس موجودة، ما في أي مشكل بالتمويل، ولكن كيف نستغل هاي الأمور صح؟ كيف نفوت على التنسيق؟ كيف ننسق بين بعض؟ يكون في تكامل وما يكون في تنافس. يعني اللي أنا عم شوفه صراحة منظمات كتير عم تتنافس على الأرض، وعم تشتغل ناس بالميديا واستغلال ومئة ألف طوشين. لو 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 بدنا نرجع نطبطرهم مزبوط، يعني بدنا نعمل أدفوكاسي. كنا عم نحكي إنه ما بدنا نشوف المعابر كل 6 شهور في تصويت وفي فيتو روسي وفيتو مش عارف. طيب يعني الهدف اللي بدنا إياه نحن هو تغيير السياسة، صح؟ لو بدنا نغير السياسة شو بدنا نعمل؟ بدنا نفوت أول شيء اللي هو على الجراس رود موبيلايزيشن. بدنا تعبئة شعبية بأوروبا. هون بأوروبا الحكومات تستقيل تحت الضغط الشعبي. يعني حارجع أقول يمكن بدنا نبني أو بدنا حركة تكون منظمة نشارك الناس فيها. هيدا الناس صوتها هو اللي عم يوصل هلأ. نستغلها مظبوط من خلال دعوة أو من خلال أبروب، من خلال نهج إعلامي واضح. يعني نستعمل وسائل الإعلام. عنا العالم مفتوح، عندكم الفيسبوك. يعني عفوا في فرق من الفرق اللي هني في 100,000 علامة استفهام عليهم، جمعوا أكثر من 2 مليون 3 مليون بيومين لأجل استغلال بعض الصور الأطفال. أو ما بتفوت بالتفصيل، المصاري رح توصل بعدين. يعني انتوا اقدر ناس عارفين الوضع السوري وعارفين شو اللي تعانى منه قبل. يعني لو رح نبقى نعتمد سياسه مساعده انسانيه تقليديه ما رح نوصل لها استدامه. هاي الفرصه الان ننطلق من الكارثه وتكون باب ليكون في عنا شيء اسمه استدامه. يعني ما بعرف اذا بدي لخصت اللي بدي احكيه انا، بس يعني عاده بالكارثه بيكون اول شيء to save lives، يعني تنقذ الأرواح. بعدين بدك تعمل التقييم، وأعتقد الآن في يعني estimation لك 12,000 عائلة ولا غيري. الموارد راح تجي، وبعدين مين بده يسلم المساعدات؟ هي هون اللي بتجي النقطة المهمة اللي استعادة الخدمات الأساسية اللي هو لازم ينظر عليها للمنظور البعيد. يعني زي ما قال أخونا إنه عم نبني مخيم، أنا اللي إحنا فعلا بحاجة لنبني مخيم هون ويرجع يطوف، نرجع نبدل القيم ولا نفكر على شيء مستدام نحنا. بعدين النقطة المهمة عندي أنا كمان إنه كيف نتواصل نحن مع المانح؟ ما نقول والله المانح هيك بده، لا المانح مش الكلمة اللي بسمعها، الدونر هيك بده. يا أخي أنت شو بدك؟ أنت قادر تفرض اللي بدك إياه الآن، هاي فرصتك. إذا كنت عم بتنسق، إذا ما عم بتنسق هتبقى ضعيف. لما نكون نحن في عنا سياسات أو ازدواجية بالمعايير بين البي اتش اي ولا بين الاتحاد الأوروبي، هذا بقول لك اوكي وهذا بقول لك لا على هاي ممنوع، هاي خط احمر هون مش خط احمر. الان فرصتك تقعد معه تجيبه لعندك يقعد وتقول له اعرف لي شو الخطوط الحمر اللي عندك، انا كيف فيني اشتغل، انا قاعد بمنطقه في هيئه تحرير شام ولا فيها حكومه انقاذ، انا كيف ممكن اتعامل معهم؟ انا كان في عندي انصاف، هلا يمكن ما يكون في عندي انصاف. شو التوجه؟ شو بدك؟ انا شو بدي؟ يعني هذا بشكل عام. ما بعرف اذا يعني عفوا انا افكاري ما مرتبة، ولكن هذا عم بيحكيه من يعني منظور شايفه من برا، مني على الأرض معكم لأكون يعني أنتوا أقدر مني تحددوا هاي الأمور. شكرا شكرا. طيب ننتقل للحوصلة. طيب جزاكم الله خير. يعني حصل اقتراحات كثيرة جدا، وعايزين نحوصل 3 أو 4 اقتراحات أو اقتراحين
في كلمنا عن المناصرة وكلمنا عن الإعلام وكلمنا عن التنسيق وكلمنا عن الإغاثة النوعية والتعافي وكلمنا عن الآثار اللي هي الزلزال الآنية واللي مع بعضها وكلمنا على المنصة اللي عملتها بيبول علشان جمع الأموال أو إلى آخره. فلابد في النقاط الأربعة دول أو الثلاثة دول نطلع اقتراح. فلو احنا جمعنا الإعلام والتنسيق والمناصرة مع بعض والتنسيق فلابد نخرج مخرج. هل احنا عندنا مؤسسات تنسيقية هنا تكلف مثل هذه الأمور وتفعل؟ حد قالنا عايزين نعمل ميثاق شرف للتنسيق، يعني مش داخل في لجنة تنسيقية ما نتعاملش معاه لأنه خارج على الخط، يعني مش ملتزم، مش تبع المجموعة، لأن يعني زي ما حتى لو في بعض أنا طبعا ضد المتطوعين اللي هم يجوا يوزعوا دلوقتي، أنا شخصيا أقولها بمنتهى الصراحة، بس مش أعملها كنقطة حوار، ضدها تماما إلا لو مؤسسة طلبت منك إنك تيجي، لكن تروح لوحدك الأفراد نعم. لأن هم هيكونوا يعني زي ما حضرتك قالت جمانة في بعض المناطق دلوقتي فيها عصابات، بالك الناس جاية من الخارج وعندها عاطفة ومش عارفين كأفراد، فلابد يكون لك فيكل. لو أنا كمؤسسة بتاعت أخونا علاء أو بتاعت أخونا هنا طلبت متطوع معين أهلا وسهلا به، لكن كل متطوع ده يركب عربية ويجيب لي حبة مكلفة جدا يا أخوانا، أنا هشد شعري اللي مفروض مش موجود، مكلفة علشان أنا وأخبرك أجيب عربية بطريقة فردية وأحط فيها حبة أكياس أو كذا وكذا 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 وأوديها. أنا لو وديت المبلغ ده الجمعية محلية هيكون الواقع العمل بتاعها أكبر بكتير عن المجتمع اللي أنا بساعده، لأنه عنده الخريطة، عنده العمال، عنده الأكسس اللي هو الوصول، وبعدين التكلفة أقل. أنت هتيجي بتذكرة الطيارة أنا دافعها من جيت، طب ما يسيري يوفر تذكرة طيارتك. يعني عثمان كان كم تذكرة الطيارة كان بيقول له بتأخر بقاله كم يوم؟ 2000 باوند. يعني لما يجي يعني تخيل 2000 باوند دول في الوقت ده لو صرفوا هنا على كذا كذا، هو طبعا رئيس مؤسسة فلازم يجي غصب عنه، لكن لو ده واحد متطوع لك لا أنا عندي 2000 باوند، بس أنا مش عايزك، أنا مش عايزك، أنا عايز 2000 باوند وجزاكم الله خير، وهتاخد أجر ونية التطوع بتاعك ده. ده نرجع للنقاط اللي اتكلمنا فيها. هل إحنا عندنا استراتيجية بعد الجلسة دي كلها نقعد نعمل جلسة استراتيجية لماذا؟ نتفق عليها؟ كيفية التعامل مع الكوارث، إحنا كنا بنتعامل مع الصراعات المسلحة. دلوقتي أصبح عندنا كارثة لم تحدث قبل كده. النقطة الثانية كان المناصرة والتنسيق والبيانات اللي أنتوا عايزين تصدروها. والتالتة بيفول ما بعد ال ايه بالنظر فريق المناصر بعد ال ب ب ب ب ايه ب والله مش عارف بعد المواضيع وتقليل الجهود والشباب الى اخره. طيب الاقتراحات العملية نبدأ بالبيانات اللي انتوا عايزين تصدروها، خاصة في فتح المعابر أو إغلاق المعابر أو دخول الأمور أو إبراز الحاجة في الداخل السوري كاقتراح محدد عشان نكتبه. تفضلوا. والسؤال إن أنتوا قلتوا إن أنتوا دلوقتي قلتوا إحنا عايزين نعدل أجندة بروكسل القادمة بالمستجدات الحديثة، عايزين ونصور تصور طويل الأمد لمعالجة أثار الزلزال، عايزين نعمل مناصرة حثيثة لمدة 3 سنوات، عايزين سياسة واضحة للمناصرة ومقترحات توصيات، عايزين نعمل تعتمد الإغاثة الاستراتيجية مش الإغاثة اللي هي التقليدية. جت منصة بيفول وقالت إن احنا عملنا منصة تنسيقية أو جمع الأموال. سياسة الأربعة دبليو الاستجابة اللي اتكلمنا عنها،
عندنا في ثلاث نقاط عمليه اللي هي المستوى الادنى والمستوى بعض الانفاق وبعض الانقاذ وبعض المستقبل. اي كارثه سياستنا الكارثه دي هتعمل ازاي؟ الدفاع المدني، هل اللي هو الدفاع المدني وازاله الركام ده جزء من الاغاثه ولا مش جزء من الاغاثه؟ احنا مش عارفين نصف منه، يعني هنشارك فيه ولا مش هنشارك فيه؟ يعني مفهوم الاغاثه من خلال اللي هو اخراج الجثث من تحت الركام او في اسمه يا ربي الدفاع المدني او ازاله اثار الركام ده جزء من الاغاثه. مين اللي هيدفعها بالنسبه لنا؟ يعني انت عايز توسع مفهوم الاغاثه المفقودين اللي احنا مش لاقينهم في كل الحاجات دي كلها، عايزين نحوصلها في نقطتين او ثلاثه. ففي حاجات منها المجتمع الدولي اللي هو الضغط على المجتمع الدولي حاليا باخراج بيانات اخرى تساعد على ان هو نستطيع ان احنا نغير سياسة فتح المعابر دي تبقى مدتها اطول او ما يمكنش فيها يعني اغلاق المعابر على الاطلاق، وده اتكلمنا فيه كتير جدا. الامر الثاني اللي هو التعامل مع عمال الاغاثة بتغطية بعض المصارف اللي بعض الناس بتجد انها مش اعمال اغاثية، دي اعمال اخرى. الثالثة اللي هي الاستغاثة الاستراتيجية. واضح ولا انا مش واضح؟ لا واضح. اعتقد هدول النقاط تسمح لي ان نطلع فيه رؤيه سياسات على الاقل هذه المجموعه، عشان بس نكتب الكلام ده. اكتب بقى الكلام ده اللي هو الايه الدقيق ده عشان ما نتوهش في الكلام بتاع الايه بتاع نحن عم نفكر. يعني معناته دكتور هاني انه الموقف الحالي شو بيتطلب من تغيرات على مستوى الاستجابه الدوليه. وهذا بيشمل نقطتين. رقم واحد يعني مناصره حول قرار كروس بوردر انه يجب ان يفتح كل المعابر اليومي على مدى 3 سنوات لنقدر نعالج ما بعد الزلزال. ورقم 2 بعتقد ايضا مهم بالنسبه لنا كيف ستكون يعني اجنده بروكسل القادم، لانه بعتقد من الضروري انه يجري تعديلها باتجاه المستجدات الجديده. على المستوى المحلي الاجرائي يعني مساله التنسيق هي العنصر الاساسي بانه يكون في عنا دعوه، سواء بالانت اللي حكيته حول الميثاق او انه يكون في عنا دعوه ليكون في عنا اداره كوارث. يعني بمعنى لازم فكره اداره الكوارث تصير جزء من منظومات العمل تبعيتنا وتاهيل كوادر في ذلك كجزء من تحضيرات قادمه. مع يعني ما عدنا نعرف شو راح يصير فينا بعدين وكيف يمكن هاي المجموعه يعني الافكار اللي بدها تنشرها بالبيان ما بعده كيف ممكن تتواصل مع الآخرين، يعني خطة تعميم هذه الأفكار بمجموعة التواصل أحد المجموعات تستلم المهمة، يعني بحيث أنه تدار العملية بانتظام وبمحاسبة، لأنه بالأخير لازم نطبق محاسبة على شغلنا إذا كنا مقتنعين بهذه الأفكار وعندنا رغبة بأنه ننشرها على مدى واسع. هيك بيكون عندنا رسالة شوف هي معطيات أساسية بالأفكار اللي حكيتها أنت، بعدين عندنا مجموعة متابعة وتواصل مع الآخرين، بعدين يكون في عندنا محاسبة. اوكي. تشرف شيخ. يعطيك العافية. ممكن احكي للصوت نظام اسلام. تفضل. احنا ممكن في المخرجات نفكر بما يجب ان يفعل، سواء احنا قدرنا بمجموعة نفعله ولا محتاج شيء اكبر منا يعني. لانه اذا نفكر بس بمستوانا بجوز تضيق الامور، لكن احنا خلينا نضع زي خارطة طريق انه هذا لازم يصير. وندعو الباقي الجمعيات للمساهمه في هذا اللي بيصير عشان يعني يكون الامور واضحه وال يعني ما يجب فعله يكون واضح. تمام. انا موافقه انه مخرجات اللقاء اليوم يعمى، هذا كثير مهم ويبنى عليه لقاء تنسيقي اكبر وفي عناوين واضحه يكون لهذا اللقاء. يعني خلينا احنا يكون دورنا حشد هذا اللقاء، لكن اللقاء يعني يترتب له بشكل كثير منيح بحيث الوجع اللي كنا عم نحكيه قبل شوي اللي هي قضية والقضايا هي الهامة اللي هي الإعلام مناصرة التنسيق. هي يعني ما نضع عناوين كتير ولا نحط مهام كتير كبيرة، بس أن تكون كتير محددة، لكن بهمنا الكبار يحضروا. الكبار هو طبعا الكبار يحضر. مشكلة النهاردة حصل إيه؟ أنا جات لي رسالة إن الاجتماع بتاع مارتن جريفيث الساعة 2،
فكله اعتذر كثير جدا فمش مشكلة يعني بس لكبار اثنين على يعني الأقل دي البداية ايه الكبار يحضروا هذا كثير مهم ليك اجتماع الكبار اللي هنن عندهم جيش من الكوادر هذول من الضروري يحضروا ويفضل انه هون يكون باسطنبول بمنطقة يعني نوعا ما آمنة في عنا أنا برأيي أربع مواضيع بهي الجلسة الدرجة الأولى هو دعم المؤسسات هي نفسها دعم المؤسسات وكوادرها الآن يكون هذا الموضوع كتير هام هذا واحد اثنين قضية الإعلام بالفعل والمناصرة وإلى آخره كيف ممكن يعني ينبثق عن هذا اللقاء تشكيل لجنة نخصص ناس خبراء بهذا الموضوع بس المهم أن لا يضع على الرف مرة أخرى وإنما خلص يكون دائما بمقدمة أي خطوة الأمر الآخر المواضيع اللي ذكرها أستاذ على كتير هام الآن إحنا مقبلين على مؤتمر بروكسك ممكن نأثر فيه فبالتالي كتير بهم أشخاص لهم خبرة دولية ممكن يكونوا حاضرين معنا يعني بدنا نقول مناصرة على مستوى العمل الإنساني الدولي بالتالي وفي مؤتمر بروكسك القادم وفي جهود تبذل الآن للدفع بالأمم المتحدة باتجاه فتح المعابر فبالتالي نحن بدنا خبراءنا السوريين الموجودين وإذا في حدا فاعل أو له وصول وهنا ممكن نشوف الأخوة بالمجلس البريطاني السوري الأخوة بالمجلس الأمريكي السوري وهدول ممكن جدا يجوا على حسابهم الخاص يحضروا هيك لقاء هام وبالتالي يعني يستحي خلينا نقول أي حدا يشز عن هذا اللقاء أو عن مخرجات هيك يعني ممكن نسميه مؤتمر تنسيقي ممكن نسميه مؤتمر تنسيقي نسميه مؤتمر إغاثي نسميه اسم حقيقة يعرف تماماً اللي بده يحضره حيكون عليه مسؤوليات ومهام شكراً أنا خلصت أنا يعني اللي أنا كتبته هو اقتراحات الدكتور علاء واقتراحات حضرتك حتى عايز أتكلم لما ألخص دي يعني بتقول إنه ممكن يكون في لقاء مفصل أكتر يعني إحنا كأننا في الجلسة دي بدأنا نضع الخطوة الأولى في خريطة الطريق اللي أنت تكلمت عنها الخطوة الأولى في خريطة الطريق الخطوة الثانية اللي المخرجات اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي مؤتمر بروكسل فتح الحدود ميثاق للتنسيق من المؤسسات وجعل التنسيق ده فرض عين علينا كلنا مجموعة تواصل دائمة من خلال الشبكات العمل الإعلام والمناصرة ده شيء يعتبر إما يتعمل فرديا عن طريق مؤسسة او يتعمل جماعيا عن طريق ايه مجموعه التواصل حضرتك بتتكلم عنها ودعم المؤسسات في نفس الوقت لان في مؤسسات كبيره يعني انا اعرف في مؤسسات عندها يمكن جمعت لغايه دلوقتي عشرات الملايين لغايه لهذا من الدولارات مش 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 حتى في مبادره على مستوى تركيا عملها بعض الناس اللي في الحزب بتاع شباب يعني انا عارفهم أغلبهم كانوا عرب عشان تحسين العلاقة ما بين العرب وبين الأتراك وصلوا لغاية أمس حوالي 31 مليون ليرة في خلال 3-4 أيام 31 مليون ليرة فممكن دي توصل ل 100 مليون ليرة يعني معناها إن إحنا إيه إن إحنا كمواطنين مش كجمعيات عندنا القدرة على إننا ندفع ونعمل الجسور اللي ما بيننا وبين إيه سواء كان دي بقى تبع الحزب أو مش تبع الحزب دي يعني مش بنتكلم عنها لكن احنا بالنسبه لدول هينفذوا عن طريق مثلا الاحمر او افاد او الى اخره في مؤسسات كبيره جدا مش عارفاكم عشان تعامل معكم خايفين خد بالك فلذلك يعني انا اعرف عن المؤسسه انا اعرفها شخصيا الان ما اعتقدش انها جمعت اقل من 10 مليون دولار او جنيه استرليني في خلال 4-5 ايام اللي فاتوا دول مؤسسه واحده وغيرها كتير فلذلك دعم المؤسسات دي لابد احنا نعمل دليل للمؤسسات اللي هي معاييرها تطابق المعايير الدولية الإنسانية عشان الناس اللي بيهبلوا دول وكذا نقول لهم جزاكم الله خير معنى ايه؟ معنى عندك حوكمة عندك مرجعيات عندك بتاع ده اسمه فاينانس يعني ماليات الى اخره الى اخره في الداخل واعلن عنها كمنصة يعني انا دلوقتي عايز اذكي 10 او 20 جمعية سورية او جمعية تركية حد مين في ناس بيجوا بفلوس في جيبهم في ناس بيتصلوا بالتليفونات عايز تفعل فلوس فبالتالي اللي هو دعم المؤسسات اللي هي نرجع لحكاية المساق بتاع عمل الانسان اللي بنتكلم عنه ده اللي مش هيمدي مش هندعمه
وده بيرتبط بالايه يعني نتكلم عن ست نقط يا اخت يا اخت سمر. دعم المؤسسات من خلال عمل ميثاق لعمل الانساني. مين اللي كان يتكلم عن النقطه دي؟ انت ولا انت يا جمانه؟ ها انت انا هبعتها لهم يعني مفيش مشكله منك جات لي دي. خد بالك مؤتمر بروكسل ودورنا هيكون في ايه؟ لكن لابد يكون في دور موحد موحد علشان اللي هيحضر بروكسل دول يقولوا احنا عايزين كذا. وبعدين فتح الحدود في وجود مارتن جريفز موجود ان هو احنا اللي عايزين نفتح الحدود. لو قد ايه تقدروا عندكم تصيغوا بيان تبعتوا للجمعيات نفتح الحدود لماذا؟ بس نقطه واحده مش 50 نقطه. يعني حتى البيان اللي انتوا بعتوه لي بتاع الشبكات ده صفحتين. دايما البيانات في الغرب تبقى صفحه ونص صفحه ونقطه او نقطتين فقط. نقطه او نقطتين. انا دلوقتي عايز اتكلم على فتح الحدود يبقى احطها في ثلاث اربع باراجرافات بالعربي ممكن ترجمها بالتركي او بالانجليزي او بالفرنساوي وتبقى دي حاجه واحده فقط تمد عليها كل الجمعيات. لو حد بس يصيغ عمليه فتح الحدود وليه ثلاث سنين؟ ليه ثلاث سنين؟ انا ايه ست اشهر كل شويه دي؟ ده الواحد قبل ما يخش الحمام ويخرج بياخد ست اشهر. مش كده برضك؟ فانت بتقعد تغني في الحمام وتفكر في الحمام والمصريين بيشربوا قهوه في الحمام ودخلوا سجاير. انت بتضحك يا راجل؟ بتضحك يا جدع انت؟ انا بنكت. ده ما بيضحكش ليه ده؟ ده خايف ليه ده؟ خايف ليه؟ المهم فانا بس هل انت عندك تصور للمساق ممكن تدي تبعتها للاخت جمانة تظبط لنا فيها حاجه كده بالنسبه لصورتك يا جمانة؟ هو كان كاتب ميثاق فيبعته لك لو انت عندك حد في الجمعيه يساعدنا فيها عشان نحطها. ها خلاص يعني انا بوجهه نظري الميثاق حلو معنا مسوده مهم لكن في هذا الاجتماع التنسيقي ينطرح كمسوده ويعني بعيد ما فيش مشكله فخونا علاء هيبعته لك عشان ما تتشارك فيه الناس غير ما يعملوا مؤتمر ثاني. المنصه والاعلام دول والتنسيق يكونوا ركائز. ما ينفعش ما يكونش في جمعيه من جمعياتنا ما الاعلام اللي هو ايه؟ الاعلام التوعوي. الاعلام التوجيهي مش الاعلام جمع التبرعات. يبقى دي النقطه الثانيه. النقطة الثالثة اللي هو اللوبي علشان فتح الحدود. لو انت تقدر تعمل بيان يا اخ علاء نص صفحة كده ونترجمه ونبعته للناس كلها. طب الثلاث اربع نقط دول ويصاغوا بعد كده. اللي بتعلق مش مشكلة. انا بس بنقول للجمعيات احنا عايزين ايه؟ اوكي. احنا بغض النظر عن مين اللي هياخدها لكن لابد احنا قعدنا بعد الثلاث ساعات دول. حاسين الحدود لازم تتفتح ليه؟ كنا بقى هنطلعها لمجلس الامن وهنقلها للجمعيات والجمعيات هتقعد تجتمع وبعدين تعمل عليها لوبينج. وكذلك بالنسبه لبروكسل حتى بروكسل من كم واحد هيحضرها؟ بعتقد راح يكون في سنين كثيره. خلاص ايه نطلع ورقه في بروكسل نقطتين ثلاثه. لانه المره الماضيه كان لانه كورونا فكان العدد قليل والمره دي هيكون في عدد اكثر عشان المؤاخذه يعني اعوذ بالله اللي هو فيبقى عندنا ثلاث نقاط دلوقتي يا اخت جمانه. الورقه بتاعت الميثاق اللي هو اللي بيعمل الزام يا اخ علاء ان يكون في كل مؤسسه قادره تنسيق واعلام توجيهي وليس اعلام جمع تبرعات. وفي نفس الوقت اللي هو ايه احنا قلنا تنسيق واعلام توجيهي الثالث ايه؟ واللوبينج اللي هو المناصرة. الثلاثة دول يعني جزء من بناء المؤسسة. السلام عليكم دكتور حسن. مين حسن؟ مين حسن؟ من المنصة تنسى اذا تسمح لنا بس اخلص بس كده النقطة دي اخلص بس النقطتين دول. ثواني بس حيخلص الدكتور هاني النقاط اللي عنده وبعدها بناخذ مداخلة بإذن الله منك. ومجموعة التواصل اللي موجودة الدايمة دي نتفق عليها. بس الثلاث حاجات يا اخ علاء اللي هو
فتح الحدود، مؤتمر بروكسل، والميثاق، وقاعدة العمل قائمة على ثلاثة بالإضافة للإغاثة اللي هو التنسيق والمناصرة والإعلام التوجيهي. واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ يبقى عندك يا أخت جمانة، هبعت لك أخونا علاء اللي هو البداية دي، وعندك أنت أخ علاء إن شاء الله، بس مسودة كده في النقطتين بروكسل واللي هو النقطة الثانية بتاعت ليه ثلاث سنين. ها؟ استلمت؟ وأنا سلمت. ومجموعة التواصل. نتفق على مجموعة التواصل. أنا خلصت كده، وتعتبر خمس أو ست مخرجات إن شاء الله. وأخونا اللي بيتكلم لو عايز يقول أي تعليق. طيب أنا بس عشان كنت ودي أضيف نقطة زيادة أنا بغادر. طبعاً كل جمعية لها يمكن عمل تتخصص فيه، ما بين متطوعين، إعلام، محاماة، تسويق إلى آخره. نحن في إنساني أي عمل يتعلق بموضوع الآي تي نتكفل فيه. آي تي خلاص. للجمعيات أو لعمل مشترك، مثلا إذا أردنا أن نعمل حملة مشتركة ما بين جميع الدول حول العالم، ربط بوابات مختلفة حول العالم، ربط الجمعيات، ربط الحملات، ربط حتى الأمور الإعلامية، أي عمل مشترك يحتاج إلى أمر تقني نحن في إنسان مستعدين لهذا الأمر، بحيث أنه يكون العمل أكثر يعني فاعلية في هذا المجال. يبقى عندنا مؤسستين دلوقتي، بيفول عندها منصة وإنساني الاي تي، في حد تاني متطوع غير كده؟ يبقى احنا حوصلنا الاربع نقاط دول في ورقتين ثلاثة، وبعدين نوزعهم على ايه؟ على الناس، عشان ايه؟ لو انت عايز تعمل لقاء تاني موسع اكبر من كده هنوزعهم على الكبار. لا العملية مش كبار. تعال يا جماعة، تعال عشان الناس مش شايفينك بتتكلم كتير كده، تعالي وريهم نفسك كده. صوتك يا دكتور، صوتك غير واضح. انا صوتي غير واضح؟ طيب اي موجود يا دكتور، صوتي واضح دلوقتي؟ تمام تمام. هذا الرجل منا. فانت عندك مسؤوليه. تمام، بسم الله ما شاء الله. واخونا علاء عنده مسؤوليه، واحنا عندنا انساني متطوعه بالعمل الاي تي وبيفول. في رزان، هذه البطلة اللي حكت قبل شوي. رزان هتكلم؟ إذا حبت رزان تتكلم أنا أسكت. لا لا دكتور ماشي. لا تفضلي. لا ما عندك شيء، ما عندي شيء. ما عندك شيء، طيب. فهل أنت موافقة على الاقتراحات بتاعتنا يا أخت رزان؟ دكتور شفتك كنت عم تغمس. ها؟ شفتك كنت عم تغمس. والله أنت شايفين على الفيسبوك؟ طب أهو. ان شاء الله. انا سعيد جدا من الشباب زي رزان موجودين معنا، ده بيمثلوا استمراريتنا ان شاء الله. في اي تعليق تاني عندكم من الزوم يا شباب قبل ما نقفل؟ لا لا احنا حاجة، الناس كلها هتحضر. ها؟ ممكن تعيد السؤال؟ المؤمن قالت انه بس يجوا الكبار، بس يجوا الكبار قصده يعني الجمعيات المخمليه، هل هم تم دعوتهم وما اجوش؟ انا بعت دعوه لاكثر من 100 جمعيه. خلص تمام. ما بس ما بحبش اتكلم عن مين اللي بعت لهم، يعني في داخل تركيا. بس حبيت استفسر عن هذا الموضوع. لا 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 لا، في داخل تركيا بالاسم هم عارفين، وحتى بعتها من الواتساب بتاعتي انا الشخصيه، وبالايميل بتاع المؤسسة، وحتى من الخليج بالاتصالات الشخصية الأخيرة. فواضح في أمرين، الأمر الأول ناس مشغولة مخباتك، ودي عقليتنا احنا كمؤسسات عربية وإسلامية، ان يعني ايه جلسة التنسيق دي؟ احنا مش فاضيين. والأمر الثاني ان في بعض الناس كان عندهم الرغبة في الحضور مشيوا علشان اجتماع مارتن جريفيث، اللي يعني بيحضروا اما عن طريق الزوم او عن طريق الوجود الايه زي ما قالوا الساعه 2. فبعثوا لي بعض الرسائل، فعلى الاقل في 10 او 15 جمعيه كان المفروض تكون موجوده النهارده، لكنهم انشغلوا من اللي هم موجودين في تركيا. اما في الخليج، فيعني الخليج يهتم او المنطقه العربيه بتهتم باشياء ايه
وفي بعض الناس قلت لي أنا سائل جزاكم الله خير ده شيء عظيم جدا. طب وبعدين ما شيء عظيم جدا طبعا. لا لا الحمد لله الحمد لله. هل في أي تعليق تاني يا شباب قبل ما نمشي ونختم؟ ها مفيش. طيب خلاص جزاكم الله خير. تفضل يا أخت سمر اختم انت بقى الجلسة. الله يعطيكم العافية والله يجزيكم الخير يا رب حضورا على الحضور الفيزيائي والحضور عبر الزوم. شكرا للجميع الله يجزيكم الخير وإن شاء الله سيتم تزويدكم بمخرجات هذه الجلسة. الله يعطيكم العافية. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Recordings.